بيرفكت مع صالح الراشد. شفتها صدفة وقالت لي سلام، ورقصت كل المشاعر في طرب. قلت كيف الحال؟ قالت لي تمام، وانت كيفك؟ قلت هيمان ومحب، في رجا منه ينور لي الظلام. صار بي في ماضي أيامي عجب، وقمت ناظر في بها ظبي العدام. وادهشتني كم لها الواهب وهب، قدها فتان ممشوقة قوام، والعيون السود كحلها الهدب. هي مرام واسمها برضو مرام، صاغها الخلاق من موية ذهب. ترى من هي نجمة الليلة؟ النجمة مرام. النجمة الكويتية مرام على ريد كاربت، اهلا وسهلا فيك. هلا وسهلا فيك، واغنية رائعة. مشكورين على هالدعوة الحلوة.
لا تستاهلين، احنا نتشرف بوجود مرام على ريد كاربت ولهنا على نتشرف على الراي. صراحه الراي وحشتني انا من ايام تذكر برنامجكم. صحيح، رايكم شباب. هذه اخر مره انا حضرت فيها اي برنامج هني. انت دائما معاي وانا معاك على تلفزيون الراي، ونتشرف بوجودك وفي العلالي. في العلالي والله اليوم، الظاهر السهره حلوه. ولهنا على صوتك. وانا ولهت على المايك. وعلى الغنى. وانا ولهت على الغنى. وعلى مرام ولقاءاتها وجرأتها وصراحتها، لان انت انسانه صادقه، صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، اللي عنده ايمان بان الله سبحانه وتعالى اعطاه كل ما هو محتاجه صراحه بهالحياه، واحنا هذه مرحله وماشيينها صح؟ ليش نعيشها واحنا نزيف نفسنا؟ ولا اعوذ بالله من المنافقين، يعني اول ما نتشبه بالمنافقين، يعني اللي هم يطلعون بغير صورتهم الحقيقيه. ما عندي شيء اخاف منه عشان اخشه. انت متحدثه مرام. نعم. اليوم راح اقاطعك وايد كيفك؟ اخذ منك اللي احنا نبينا، بنعرف علاقه مرام مع الويكيبيديا والموسوعه الحره، وماذا قالت ويكيبيديا عن مرام. ايش قالت؟ مرام نجمة كويتية برزت على الساحة الفنية الكويتية والخليجية منذ 17 عاماً. عرفت في بداياتها كمطربة، ثم اقتحمت مجال التمثيل فأبدعت من خلاله. في بحث سريع على صفحة الويكيبيديا تم تعريفها كالتالي: الاسم مريم جاسم البلوشي، من مواليد 28 من سبتمبر من العام 1985 من برج الميزان. عن حياتها الشخصية، هي متزوجة وأم لثلاثة أبناء هم جينان وجمانة وعلي، كما أنها قد ترعرعت في أسرة فنية، حيث أن والدها كان عازفا للعود، وهي شقيقة وسطى للممثلات مي وهند البلوشي. بدأت مشوارها الفني عندما ظهرت لأول مرة للجمهور كمغنية في العام 1997 من خلال ألبومها الغنائي الأول الذي حمل عنوان ما أخونك، من إنتاج شركة روتانا التي وقعت معها عقد للاحتكار الفني منذ ذلك الحين وحتى عام 2009 عندما تم فسخ العقد بين الطرفين. فقدمت مرام خلال تلك الفترة 6 ألبومات غنائية هم ما أخونك، صادقة، مغرورة، علامو، دلع بنات، وكان آخر ألبوماتها بعنوان مرام 2007 الذي قدمته مع شركة روتانا قبل 7 سنوات. كما شاركت الفنانة مرام في مهرجانات غنائية عدة خلال مسيرتها الفنية، كان من أهمهم مهرجان هلا فبراير ومهرجان صلالة ومهرجان قرطاج في العام 2006. وفي العام 2005 اتجهت النجمة مرام إلى مجال التمثيل، فقدمت للشاشة الصغيرة حتى اليوم 34 مسلسلا تلفزيونيا، كان من أهمهم مسلسل صحوة زمن، الراحة، قتالة الشجعان، الأصيل، أبلة نورة، فضة قلبها أبيض، دمعتي تيم، بعدك طيب، إخوان مريم، زوارة خميس، فرصة ثانية، ساهر الليل، بين الماضي والحب، البيت بيت أبونا، وكان آخرهم مسلسل تذكرة داود في رمضان من العام 2014. أما على خشبة المسرح، فقد قدمت النجمة مرام حتى الآن 9 مسرحيات أغلبها لمسرح الطف، فكان أبرزهم مسرحية دندنة، الحاسة السادسة، ليلى والذيبين، مدينة البطاريق، وكان آخرهم مسرحية عالم فن رن التي قدمتها في العام 2013. وخاضت مرام أيضا مجال التقديم التلفزيوني من خلال تقديمها لبرنامج تلفزيوني واحد بعنوان غني في العام 2011، وحصدت من الجوائز حتى الآن جائزة واحدة، وهي جائزة الإبداع الذهبية كأفضل ممثلة في العام 2009 من مهرجان القاهرة للإعلام العربي. النجمة مرام استحقت وبجدارة أن يفرش الريد كاربت تحت قدميها الليلة لتكون نجمة الحلقة لهذا الأسبوع. ب3 دقائق تقريبا اختصرنا مشوار مرام الطويل. تتشرفين بهذا السي في، صحيح؟ اكيد، لان هذا جهد ووقت واعصاب صراحه، وانت عشان تكسب هالقاعده الجماهيريه اللي الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، عساني ان شاء الله ما انحرم من جمهوري ولا احبهم
ولا دعائهم لي، لأن في وايد ناس ما قصروا حتى في وعكتي الصحية للجمهور ما يدري عنها أصلاً. أنت قلت لي وينك وغايبة وهذا، أنا أقول لك كنت في وعكة صحية. هذا المشوار ما انبنى بيوم وليلة، هذا المشوار خذ مني وايد، خذ مني صحتي حتى، بس الحمد لله. سلامات مرام، وراح نتكلم بعد شوي إذا حبيت إنك تتكلمين وتقولين عن الوعكة الصحية التي تعرضتي لها، ولكن بنعرف بعض الأخطاء اللي موجودة في الويكيبيديا، ولا كل شيء كان صحيح؟ لا 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 لا، مو كل شيء كان صحيح، في أرقام، مسألة أرقام يعني. مواليد قالوا 85 صحيح؟ لا الله يسمع منك يمه. أكبر يعني. يعني 85 يعني كان عمرك 30، كم عمرك؟ لا أنا أكبر شوي. كم؟ مو لازم. هند بلوشي قالت اختك. هي هند بلوشي اسم الله عليها مواليد 85. هي قالت مواليدها وقالت مواليدك ومواليد مي. صدق؟ قالت لك عنكم كلكم. اثنين اثنين اوريدي انا التاريخ. اقول لك كم قالت هند؟ لا مالي شغل. اثنين اثنين 79. 79 لا تزعل. صح يعني. هي 35 سنة بس هالخمسة ما يقيموني كهني هني العمر. اي بالضبط عشان العمر عمره ما صار، لانه انا يمكن اعيش سنة كاملة ما استفيد اي معلومة زيادة. شنو اهم انجاز سويتي في حياتك؟ احنا ما يصير ما خلصت على الحوار. ما خلصت قلت لك كم عمرك قلتي؟ ما قلت على العمر بعد، قلت لك 2/2 انتم حاطين تاريخي غلط 28/11. مو احنا ويكيبيديا حاطين. المهم لا عيل في لازم احد نزل معلومه غلط. 2/2/79 2/2/79 مو 28/1. خلصتي؟ شنو اهم انجاز سويتي؟ بالنسبه لي كل انجاز خذ مني وايد، فما عندي شيء مهم، كلهم مهمين. كلهم بالنسبة لي مهمين، مو إجابة دبلوماسية. أنا لما أطلع من بيتي كل يوم أعطي هل شغل أو هل مشروع اللي قاعدة أشتغله وقت، معناته مهم بالنسبة لي، لأن أنا عندي الأهم داخل البيت. أم مرام، هذا من فانز مرام ومرام اليوم لي. أنا أبي أستفزك. ما راح أقدر صح؟ حسب وجهة نظرك. علشان نطلع الحقائق كاملة من أنا مرام. ما عندي شيء أخشى، قول اللي تبي. أنت حقيقية وأنا مو محتاج الناس تفزك، لأنك أنت وايد حقيقية. يعني إيش حق أكون فيك دامي أنا حقيقية، ولو مسوية شيء فيني فيك بقول. إطلالات مرام ولوكاتها راح تكون على ريد كاربت بعد قليل. مرام اليوم غنت لنا وأيضاً استقبلوها الباباراتزي، فالحين مثل ما قلت لك راح نبدأ ننتقل من صورة إلى أخرى عشان نتعرف مع بعض على ذكريات مرام على الصور ونتذكر مرام. ومرام أيضاً تتذكر الصورة الأولى للنجمة مرام، نشوفك على ريد كاربت في أحد المهرجانات الفنية، فقولي لي مرام وين كانت هذه الصورة ومتى كانت؟ شفتيها؟ هذه أنا وبثينة أول ما نزلنا من هم يطرشوا لنا مثل الموزينات أو سوري بي أم، أول ما نزلنا من السيارة وعلى طول في دبي، في مهرجان دبي عام، هذا آخر مهرجان أنا حضرته، ما أذكر أي عام. 2012 تقريبا أظني. أنا ترى أنا عندي مشكلة مع التواريخ، فخليك يعني. كنتي رشيقة مرام؟ إي لأن أنا اسم الله عليك توني ولدي عمره سنة. ممشوقة قوام ان شاء الله، بس ارجع ممشوقه قوام. انت ما زلتي ولكن شويه زايده طبعا وزن. لان قلت لك انا ولدي عمره سنه، يعني انا اعتبر توني والده. جميله بكل حالاتك. الله يسلمك. يعني ابرز جميلات السينما كلهم مروا في مراحل يمتنون فيها طبعا فيها. ما هو انا ما احب هذا النزول في الوزن بشكل مفاجئ، لان هذا راح يخسرني صحتي، واذا انا لعبت طبعا بهرموناتي وكذي، إذا خذيت أدوية راح يضرني، فأنا قاعدة أنزل شوي شوي على الراحة. كم وزنك حاليا؟ والله ما أوقف على الميزان عشان لا أتعقد وبعدين لا يعني لا أعزم روحي. كم كان وزنك في الصورة اللي شفناها؟ هني 45. كنتي نحيفة جدا. لا مو 45، لا هني 50 قبل لا أضعف وايد. أبي أعرف عن اللوك اللي ظهرتي فيه على ريد كاربت، تذكرين هذا الفستان أو الدرس كان من وين؟ أي من سحر الحمود اسم ناسية، واو ولا واو بوتيك يمكن، ولا ماي بوتيك ناسية، بس هي لأن سحر في الحمود.
شنو اللي تعلمته مرام وهي تسير على ريد كاربت؟ شنو الشيء اللي اكتسبتي من السير على ريد كاربت؟ شوف عاد صالح، كل فنان يشوف نجوم هوليوود يمشون على ريد كاربت ممكن يتخيل نفسه واصل لهالمرحلة. تصدق أنا ما حلمت بالريد كاربت كثر ما حلمت إني أنا ماسكة جائزة فعلا مكرمة فعلا. وحصلتي على هذا الشيء ولا في جائزة بعين اشتريتها؟ أنا حصلت عليها بس ما استلمتها. إنزين ليش ما استلمتيها؟ والله ما أدري، أسأل تلفزيون كويت. هذا عيل كلام راح نتكلم عنه بعد شوي. إنزين فالريد كاربت عطتني هذا البرستيج الرويالتي في الشعور ان احنا فعلا احنا اضواء قاعده تمشي، قاعده تحضر فعاليات، قاعده تشوف اعمال غيرها. طبعا انت تدري المهرجان يعرضون افلام حق يعني حق فنانين غيرنا. حلو الشعور. ما تحسين ان انت لما تمشين على ريد كاربت معناته ان انت مثلا نجمه صف اول؟ تعطيش هالإحساس؟ لا ما عقبت، أنا ما حسيت، حسيت عادي لأن أنا شفت كل ربعي وكل النجوم اللي يستاهلون يكونون يمشون على ريد كاربت وياي، مثل توم كروز، مثل أميتاب باتشان، كلهم نجوم وأنتي نجمة. هذا شفتهم معي على ريد كاربت. صورة ثانية تجمع بينك وبين وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، فتكلمينا أكثر عن هذه الصورة وعن هذه المناسبة يا مرام. هذه المناسبة أو هذا التكريم حضرها مركز مسرح السلام. طبعاً من بعد ما إحنا رحنا حق المستشفى السرطان وأطفال السرطان ورحنا سوينا لهم فعالية هناك وقدمنا لهم هدايا وقعدنا معاهم ولعبنا معاهم ورسمنا ولونا واستانسنا، صار هذا الحفل وقدم لنا مسرح السلام هذه الجوائز، وكان الوزير هو اللي مسلمنا هالجوائز. هذه الجائزه اللي توش تقولين ان انت ما استلمتيها؟ لا 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 لا، هذيك مالت الجائزه مالت ويكيبيديا اللي قالت عنها ويكيبيديا مالت مهرجان القاهره اللي ذاعوا التلفزيون. هل تشوفين ان انت وكفنانين مقدرين من قبل المسؤولين في الكويت؟ والله انا ما لومهم، هو ما في توجه من من من, من يعني ما في توجه فعلي حق دعم الفن في الكويت، هذه مشكلتنا صراحه. شنو التشجيع اللي تحتاجينه اليوم انت كفنانه كويتيه؟ التشجيع اساسا ان انت ككارير خلينا نقول ان يهتمون فينا من كل النواحي، من انتاج نقابه الفنانين الكويتيه، كنقابه فنانين. شوف الانتاج مال تلفزيون الكويت قبل كان مهتم بالفنانين ويهتم بكل اللي يحتاجونه، من طبعا انت لا تنسى دور الصحافه حق الفنان. احنا الصحافه يطقونا اكثر ما يمدحونا، يطقونا على اي شيء، بس انه تعال قيم فن الفنان، لا تشوف شنو حواليه ولا تشوف صورته. انت ضاربينك الصحافه لا دائما؟ لا لا اعوذ بالله، بس لا حرام، يعني في بعض الناس يعني ما لها ذنب ان تتسرب معلومه غلط عنه، مثل الاشاعات اللي طلعت مثلا على كل، انا اتكلم عن اخواني وزملائي الفنانين كلهم، وهذا يعني ترى هالكلام ياثر على الفنان، ممكن حتى يهد المجال كله ويقعد في البيت. مثل ما يطلعون عليك اشاعات مثلا، لو طلعوا ليش ما ترفعين عليهم قضيه؟ وايش حقي انا ادش في هالمتاهات؟ ما ادش في هالمتاهات، لو رديت عليهم بيكون كلامي صح. منو يرد لك حقك؟ نقابه الفنانين؟ الله ونعمه بالله. والصوره التاليه، ولكن انت من كلامك هذا كنا تقولين انه ما في قانون عندنا. انت شفت في احد ربح قضيه من على جريده او على اي في وايد فنانين رفعوا قضايا حتى على مستوى الوطن العربي؟ شنو استفيد انا؟ ما بي هذا التعويض. تكونين قدوه، ومن يخطئ في حق فنان راح يكون عنده او يحسبها ألف مره قبل لا هو يطلق اشاعه مثل هذه الاشاعات. هي سالفه اخلاقيات. طالما انا قاعده اقدم شيء حق جمهور عام، قاعده اطلع لهم بالتلفزيون داخل بيوتهم، هم يبون يشوفوني بامج معين، ما لهم شغل في خصوصيات الفنان. اذا انا قاعد اقدم لهم ماده، فايش حقه هم يجوني ينبشون هذا شنو متزوج مطلق كم عنده وين يروح؟ فانت مريحه راسك وشاريه فنك وجمهورك. والصوره التاليه صوره من احدى المسرحيات، مسرحيه فن رن، وانت ظهرتي فيها كضيفه شرف لانك كنتي حامل. شنو السابع؟ شنو اهم مسرحيه قدمتها مرام على الساحة الفنية كمسرح؟ مدينة البطاريق.
تعتبرينها اهم مسرحيه الجزء الاول ولا الثاني؟ لا الجزء الاول والجزء الثاني، لان انت ما تدري يمكن شنو المجهود اللي الجمهور قاعد يشوفه. فن رن فشلت؟ لا 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 ما فشلت كلش، ما له علاقه بفرن، بالعكس ما فشلت. احنا جهز، شوف الفشل والنجاح الشباك يقيمه مو انا ولا انت، لان احنا الحين قاعد نتكلم عن مسرح تجاري. انا ما في دعم من حكومه على مسرح، على مسرح اكاديمي في من وراه او قايمه عليه. منو نجحت اكثر، مسرحيات مدينه البطاريق ولا مدينه المرجان؟ لا طب ما انا مالي شغل منو نجح اكثر، انا علي تقيمت الحمد لله، كان ريت الحضور والعروض حلو، اذا انا ناجحه. انا ليش اقيم غيري؟ انا مو قاعد اشتغل عشان اشوف غيري، انا مو قاعد انافس غيري. اختي هم حضورها حلو. انت رحتي حضرتي؟ ما شلون وانا عندي عروض. كان عندهم عروض اضافيه هم ولا انتم هم كان عندكم؟ لا احنا كان عندنا عروض فما قدرت. ما قدرت، هي قدرت خلصوا وهم يونا، بس احنا ما قدرنا. ليش ما كنتي معاها في مدينه المرجان؟ هو لا، لان انا موقع مع ستيج جروب، بس هي لما راح القصه كلها في مدينه الزنوج. احنا انا وهند كنا انا حامل وهند حامل، انا اعتذرت من محسن لان لظرف حملي، بس هند صار في خلاف فني بينهم على بعض النقاط، هم انسحبت من المسرحيه، فقامت كانت المفروض معي في الفرن، بس هم مسكينه طاحت ما قدرت تعرض. انها هم كانت حامل، كانت حامل وظروف صحيه، ودشت غيبوبه، بس من مو يعني هي مو غيبوبه وايد يعني، بس تحت الملاحظه، تحت الملاحظه ظلت فتره فما قدرت تعرض معنا. نعم مرام، نعود الى سنوات قديمه واول البوم لتش واول صوره يمكن تلتقطينها يا صالح، وظهرتي فيها على جمهورك، واول مره شفناك فيها في اول البوم طرحتيه في الاسواق مع شركه روتانا. كم كان عمرك في هذا الالبوم؟ احسب اي سنه كان؟ 97 اظني. 97 يعني تقريبا، عندي مشكله مع التواريخ، يعني 14 سنه تقريبا، 15 سنه. شنو تغير في مرام من هذاك اليوم لحد اليوم، من لحظه التقاطك لهذه الصوره لحد الحين؟ شنو تغير في مرام؟ انت شفت انا شلون قاعد اطالع؟ أنا مالي شغل شلون طالعيني. لا الحريات طالعيني بالشكل اللي تبينه. صالح أكيد بنتغير. أنا يعني بعرف شنو هالتغيير. وايد ما أقدر شعدني. مو شكليا. ها. ما قاعد أتكلم كشكل. مضمونا، شو اللي تغير في مرام؟ تفكيرك. أكيد أنت كل سنة يمر عليك مجموعة من الأحداث، لأن دوام الحال مثل ما قلت لك من المحال، طالما في ليل ونهار ومد وجزر، الحياة كلها تدور وتتغير، فأنا كل يوم يا يعني يا اتغير لصالحي او عكس. هل تعتبرين في ذاك الوقت كنت شوي ساذجه؟ هي مو سذاجه كثر ما هو عدم ساذجه فنيا. لا مو سذاجه، انا ما اقدر اقول عنها سذاجه كثر ما انا عدم معرفه. انا ما اعرف شلون ادير شغلي. ما كنت اعرف شلون ادير شغلي. ما كنت اعرف ان انا لازم اتدرب. مع انك كنت مع اكبر شركه في ذاك الوقت، لأن ما اهتموا فيني أنا كفنانة اهتمام كبير مباشر وفعلي وحطوا الأضواء علي واهتموا فيني ومثلاً دربوني، يعني أنا كنت أنا اللي ماسكة شغلي. شنو الستايل اللي كنتي حابة أنك تطلعين فيه على جمهورك؟ أنا في وقتها حتى كنتي لابسة تركية إف سان لوران. هذه أنا أحبها. الحين موجودة عندك؟ إيه. أوه. لو ندري كان قلنا لك شيء. لا انا واحده احب احتفظ بكل شيء، يعني شوف من كل عمل انا خاشه شيء حبيت يعني هذه بسته. يعني هذه الاقراط لتش خاصه فيك، مو انه روتانا فرضت عليك لك معين. لا لا لا, لا, لا اصلا انا كنت هذه صوره مالت في محل اسمه جلامر شوتس، جلامر شوتس اي في ليلى جاليري، توهم كانوا مبطلين وعطون، وهم اللي اهتموا ذيك الفتره في تصوير بعض الفنانين وتصوير كليب مغرورة هم كان هناك، ففي نفس الفترة. ترى نظرتك للوسط الفني من هذاك الوقت لحد الحين تغيرت طبعًا. يعني شفتيها أفضل ولا أسوأ، ولا تقولين يا ريت ما صرت فنانة مثلاً أو دخلت إلى الوسط الفني؟ لا 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 هذا موضوع خلاص، راح ما أقدر أقول يا ريت ما صرت فنانة، ولا أكيد نظرتي بتتغير، لأن أساساً الكل تغير، حتى طريقة العمل تغيرت، فأكيد أكيد تغير، ماكو شيء ظل على حاله يا صالح. الأهل كانوا مع دخول مرام للوسط الفني ولا واجهتي معارضة؟ لا طبعًا، لا طبعًا واجهت وايد معارضة، لأن صعب على بنت كويتية أبوها كويتي وأمها كويتية تدش المجال، كانت هذيك الحزة.
كانت عمرك 17 18 ايه يعني ما كان في اصلا جراه عند اي بنيه انها تروح وتقول حق ابوها انا بصير مطربه. بس انت مهدتي الطريق حق خواتك. انت شايف كذي؟ الكل شايف كذي. اوكي. وانت شايفه كذي؟ لا. مو انت اول واحده دخلتي الى الفن؟ اوكي بس انا امنعهم. اي بس يعني اعطيتيهم مجال، اعطيتيهم كرت. يمكن. كنت الاجرأ فيهم لان ما هي اكبر منك، ليش ما دخلت قبلك؟ هي مو قصه جراه كثر ما هي الظروف خدمت. وبعدين انا لان اخترت وحابه اكون في هالمجال تحت الاضواء وصممت اللي يصمم على شيء. هم ما كانوا حابين ويدخلوا على صيتك؟ لا 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 هم ما صمموا، بس هي مساله ان هم ما تعبوا انهم يدشون هالمجال. لما دخلتي الى المجال الفني منو كانت قدوتك في الغناء؟ حزتها انا وايد كنت صغيره يعني ما الكلام هذا وايد كبير اللي انت قاعد تقوله. حتى الصغار لهم قدوه في الغناء. لا كنت انا بنت وايد. كنت تغنين حق منو؟ انا كنت اسمع كل شيء واغني كل شيء. من هالكل يعني شيء ابي شيء. يعني ما اقول لك انا مثلا نوال لا 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 خل 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 هذا الحكي اللي هو يتسطر اللي الكل قاله. لا انا قاعد اقول لك فعلا، انا قاعد اقول لك الصج ان انا جينيفر لوبيز. اي ممكن. لا بس ما كانت حزتها اصلا موجوده. موجوده يعني موجوده بس ما كانت معاي انا موجوده، يعني ما كنت اسمعها حزتها. ما كانت من اهتماماتك؟ اي بدات اهتماماتك تتغير. انا اقول لك اسمع كل الوان الغنى بس يعني حزتها. تعرف لما انت عندك شيء داخل في حس، اللي ما عنده حس فني مستحيل ينجح كمطرب لانه ما راح يوصل الاحساس مع الاغنيه حق اي احد قاعد يسمع. صوره اخرى نشوفها جريئه نوعا ما وفيها شفافيه وصراحه وجراه من نوع اخر اقرب ما تكون للصراحه والشفافيه. صورتش بموقع التصوير بدون مكياج وكنتي مصخنه حسب ما كتبتي في الانستغرام، فما كان عندك مشكله تنزلين صورتش بدون مكياج عن جمهورك؟ لا طبعا. اي ما عندي ليش ليش يا جماعه المكياج احنا محتاجينه عشان ها هالكاميرا وهالإضاءة. هي عشان كذي قاعد اسالك عشان انا وحده متعلمه على شيء اسمه انه مو ضروري اطلع برا البيت بدون مكياج، مو ضروري اطلع برا البيت بمكياج. وانا لليوم ممكن تشوفني بالشارع بدون مكياج. ما تخافي من انتقاد الجمهور؟ شكلها مو حلو من غير مكياج، شوفي شكلها. والله ما بيحبون على شكلك. انت ايش رايك الجمهور قاعد يحبوك على شكلك؟ اذا الجمهور يحبني على شكلي انا قاعد بالبيت. بس في ناس نجحوا على اشكالهم، انت ما كنتي منهم؟ لا انا ماني منهم. إذا أنت تعتبر نفسك جميلة؟ لا أنا ما أقول أنا جميلة بس زينة زوينة. ليش تحاولين دائما تحافظين على رشاقتك؟ خلاص خلي ودك اسمه. لأن شغل المسرح محتاج فنانة رشيقة. يعني لولا المسرح ما راح تكوني رشيقة؟ لا 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 أنا أوريدي الحمد لله الحمد لله الحمد لله وحدة حرشة ما أحب أقعد. قصدك لياقة مو رشاقة. المسرح محتاج إلى لياقة. وهم رشاقة. بس في هناك لا أنا أقول لك ليش كلمة رشاقة؟ عشان تبين في ديفوهات على قولتهم مو حلوه على لما تتحرك الفنانه، لان انت بالنهايه قاعد تقدم فن مو اغراء. عموما انت انيقه وجميله بكل حالاتك يا مرام، وجانب مختلف من شخصيه مرام من خلال الصوره التاليه مع بناتك. فانا بنتكلم عن مرام الام. تصرخين عليهم مرام ولا لا؟ اذا احتاج ايه. متى اخر مره مصرخه عليهم؟ قبل اي تطقينهم اذا احتاج اي. اوه لان انا على مبدا اكسر البنت ضلع يطلع لها عشر. هذا عنف. لا هذا مو عنف بس الحمد لله. لا 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 لحظه هوب 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 بناتي انا مربيتهم من وهم صغار ما يغلطون الغلطه اللي انا بطقهم عليها واكسر ضلعها عليها. اذا انت قلتي تو انا ما قلت. انا قلت ماشي على هالمبدا. هاي حشوات يدتي ويدي وما ادري شنو يقولون كذي. بس انت تبي الصج؟ لا انا ما اوصل لهالمرحله يما بنتي اكسر ضلع حشلهم. الله يخليهم لك. انا قصدي كضرب وليس ككسر ضلع. لا انا ضرب ضرب لا ما اضرب. مو هو الضرب المبرح مستحيل يعني اطقها على ايدها على ريلها. اي لان في اشياء او عيال هالوقت جيل هالوقت متعب متعب بالتربيه لابعد الحدود. انا قاعد اتكلم لان انا اللي قاعده احرص على تربيه بناتي. انا ما قاعد اقطهم على الخدم وامشي. حتى لو انا مشغوله 12 ساعه باليوم انا ممكن ارجع البيت وارجع التصوير مره ثانيه. نعم. لاي ظرف. الصوره التاليه تجمعك مع الفنانتين الكبيرتين سعاد عبد الله وحياه الفهد من لوكيشن تصوير مسلسل بيت بتبونه. هل كنتي راضيه عن مستوى العمل؟ ايه ليش؟ ايش في العمل مو الكل شافه؟ ما انباع عليك نجاح مثل ما انت توقعتي؟
هو النجاح فقط في ان القنوات تشتري العمل؟ انا والله اشوف دام يذكرون اسمه نجح، يذكرون اسمه لانه في سعاد وحياه بعد انقطاع كبير. انزين هذا سبب من الاسباب، ما في عوامل وايد ساعدت ان العمل ينجح. مرام انت صريحه. وانا صريحه. هذا انجح عمل قدمتيه؟ لا انا قلت لك هذا انجح عمل قدمته. بس تعتبرينه ناجح؟ لا ما احنا نقول الفشل اللي قاعد تتكلم عنه. انا ما قلت لك فشل، ما حد يدري عنه. لا لا انا ما قلت لك فشل، قلت لك ما هو. انت راضيه عن مستوى العمل؟ اي راضيه عن مستوى العمل، اخراج، تصوير، قصة، ناس، شخصيه. اي ليش لا، كانت مستوى حلو. تميلين مرام مو واو؟ اي بس هذا اللي ابيك. انا ما قلت انت تبي واو؟ لا انا ابيك تقولين الصج. ومو هذا الصج؟ انزين انت تميلين اكثر لمدرسه سعاد عبد الله ولا حياه الفهد مع حفظ الالقاب؟ لا هي مو، وهي مو ميلان يعني، الثنتين صج صج استفدت من شغلي معاهم بكل النواحي. لا تمدي بالمواسيه، انت صريحه وتقولين الصج. انت حق اي مدرسه تميلين؟ ماكو حق اي هذه مدرسه وهذه مدرسه. انا الصدف خلتني اشتغل مع استاذه سعاد اكثر من استاذه حياه، ولا ما قصرت ام سوزان في كل عمل كانت تدق علي اذا انا فاضيه ولا مشغوله. هي مو قصة أنا اشتغلت أكثر مع منه فأميل إلى مدرسة فلانة. ليش حضرتش دائما مع سعاد عبد الله وهند مع حياة الفهد؟ ليش صارين كذي؟ هذه أنا مالي شغل، أنا اشتغلت مع الثنتين. صدفة؟ لا مو صدفة. ولا محسوبيات؟ ولا محسوبيات. لما يدقون على مرام، لأن مرام مو تبع حزب أحد. أنا وحدة قاعد أشتغل بروحي. أنا مو قاعد أشتغل مع جروب. اللي يطلبش تروحي له. بالضبط، أشتغل مع أي منتج. طالما قاعد يعطيني دور انا حاسه انه اصلا نبشني ويعجبني. الصوره الاخيره من خلال هذه الفقره صوره تجمع بنات البلوشي الفنانات مرام وهند ومي، وصوره تحتها بنات سبت شيلاء وشيماء وابرار في مقارنه. يعني طبعا الصوره هذه اللي انتم مع بعض صراحة. لا انت ما قاعد تشوفين؟ يعني ما شفتها من قبل. هذه من في العلالي صورة انتي مع؟ لا 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 مدموجة. المقارنة هذه لا هي موجودة وين؟ ومنتشرة في كل مواقع السوشيال ميديا. وانا وايد قليلة في ظهور السوشيال ميديا. هذا انت قاعد تتهمين ان احنا مركبينها؟ لا 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 انا قلت لكم. اذا بعدين انت كنا مو عاجبك انهم حاطينهم مع بعض؟ لا بالعكس، قاعد اقول انا ما شفتها. انت قاعد تقول لي في اول سؤالك ان في صور راح تعرضها المفروض ان انا شايفتها. انا قلت لك انا مو شايفتها. انت مو شايفتها، كانت شفتيها معنا اليوم على ريد كاربت، صوره فيها بنات البلوشي وبنات سبت. منو الاشهر في الخليج؟ منو الاشهر في الخليج؟ المقارنكم خوات، هم خوات وانتم خوات. ما عندكم سالفه صراحه. عيل منو عنده السالفه؟ اعطينا السالفه. ما ادري يعني شو المقارنه من الاشهر بالخليج؟ زين قولي احنا فنانات وهم فنانات. ليش يقارنونكم؟ احنا اشتغلنا وهم اشتغلوا. ترى هذا مو كلامنا احنا، كلام الناس. ما انا قاعد اقول ويل اللي سوى الصوره ما عنده سالفه. زين ليش يقارننا؟ شنو سالفته تتوقع اللي سوى الصوره؟ ما ادري. يبي يسوي موضوع. ما اقدر. زين قارن بالجمال، منو اجمل انت ولا بنات سبت؟ اوه انت قاعد تتكلم عن فنانات قاعد يقدمون فن. الناس كذي. ليش الطالع جميل وبشع؟ زين اقول لك شيء، بالفن منو يقدم اعمال احلى؟ يا ربي يعني منو الاشهر؟ منو الاشهر في الخليج؟ ما ادري والله. لا انتم بنات البلوشي ما تنصادون. ما ادري. وكلكم تقولوا لي نفس الكلام، انت صايدني وانت صايدني. مو انت ليش تبي تسوي مشاكل؟ ليش مشاكل؟ جاوبي بصراحه. مو انا اللي اقيم يا صالح، ما مو انا اللي اقيم. لازم تكونين عارفه شنو مميزاتك، عارفه قدراتك. اي انا عارفه مميزاتي وعارفه قدراتي وقاعده اشتغل ضمنها على شغلي، ما لي شغل بحد. زين هو ار يو ويرينج تو نايت؟ من وين لابسه اليوم؟ اليوم من لابرجوازي. لابرجوازي المصمم نديم. اخترتي هذا الفستان الابيض سريع سريع، وانت تدري احنا يعني الوقت كان وايد قصير، اجلنا كذا مره بس يلا. من العين ها؟ والله تاهي العين. السلسله كملي حق هذه شيء خاص فيني واحبها، يعني تعني لي شيء، لانه ماي جود لك. مبيته؟ شنو هذا الحوار؟ ما اعرف. قولي لي، انا قاعد اقول لك كلمه كذي، قولي لي شنو مبيته يعني؟ انت قولي لي تجيب لك الحظ؟ اي ماي جود، قاعد اقول لك ماي جود لك. اي نو. وكل بني ادم عنده اشياء يحس انها ممكن تعطيه باور او تعطيه. انزين لابرجوازي والشعر والميك اب؟ على بيوتي. على بيوتي؟ على دشتي. تدري ان انا جدا مستمتع في الحوار معك؟ وانا مستمتعه بالحوار معك، بس لا تقاطعني وايد. مانشيتات و وكالة يقولون ماذا قالت ما عن مرام؟ ما أحبها.
الحياة الإعلامية للفنان وسبوت لايت من خلال باباراتزي، وماذا قالت فنانتنا وضيفتنا النجمة الكويتية مرام؟ قلتي قالوا يقولون ووكالة يقولون المنتشرة بكافة أنحاء العالم من المشرق إلى المغرب. أنا ما ليش وايد يقولون 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 تأكد أو بعد يقولوا يقولون. الحين راح نتأكد مع مرام، ومرام موجودة للتوضيح. أول خبر أو مانشيت قلتي وصرحتي لمجلة اليقظة بالمانشيت التالي: أرفض دخول بناتي مجال الفن. طبعا. وأضفتي قائلة: نظرة الناس سيئة إلى الفنان مهما كانت أخلاقه. قلتي هالكلام؟ قلتي. يعني الحين نظرة الناس اللي قاعد يشوفونك نظرة سيئة، كانت مرام وفنانة. أنا إنسانة صريحة. إيه؟ إحنا قاعدين نشيل ذنب ناس ثانية، يعني مو كل أنا خليني أريحك. في كل مجال، أو خلينا نقول إحنا كمستوى بشر يا جماعة، في الزين وفي الشيء. ما يصير أعمم وطالع هالمرة على أنها مو زينة. إحنا للحين عندنا مشكلة الفن حلال ولا حرام، أخلصك من الأخير. فهذه مشكلة وايد عودة. أنا ليش أحط بناتي في هذا الإطار؟ من وجهة نظرك حلال ولا حرام الفن؟ ما أبي أدش بهالموضوع. أنت مو صريحة. ما يخالف، بس في خط أحمر. والخط الأحمر هذا عطيتك إياه من الأول. على الفن؟ عطيتك إياه من الأول. مرة واحدة بين المواضيع اللي طرحناها. هذا أول موضوع أقول لك لا تدخل، لا تسألني عنه مرة ثانية. نبي نعرف مبادئك الشخصية. أنت ما قاعد تعممين هذه الفكرة على الناس. أبي أعرف أنا رأي مرام. رأي مرام على شنو؟ الفن حلال ولا حرام؟ ما له شغل، لا هذا مو مبدأ. إنزين الطب حلال ولا حرام؟ الطب حلال ولا حرام؟ يجاوبيني. وليش أنت ليش حطيته في هالإطار؟ الهندسة حلال ولا حرام؟ ها شكراً، بس أنت الحين. ليش الفن قاعد تفكرين فيه؟ لحظة، إحنا بالنهاية عرض. شو؟ حلو؟ حللوا وحرموا لي أسباب معينة، ما قاعد أقول لك ما أبي أخوض فيها. بس لما تقول لي طبيب مهندس، هذا شغله مهم للإنسان. حلو؟ إحنا واصلين واصلين مرحلة حلوة بالحوار. إنزين مرام، الفنان بالنهاية متعة للمشاهد. نعم. طيب مرام، ليش المجتمع دائما عنده أخلاق الفنان شيء مهم ودائما طبعًا ما يحاسب عليها الفنان؟ طبعًا. ليش ما يحاسب أخلاقيات مثلا أي وظيفة أخرى، مهندس، دكتور؟ الإجابة وايد بسيطة. أنا قلت لك مساعة إحنا قاعد ندخل بيوت الناس. الحين صار التلفزيون يعلم ولدي، بنتي، أختي، أخوي. مع الأسف في بعض الأمهات عشان تفتك من شر عيالها، وياكم يلا طلعوا هالمسلسل ويلا ما إحنا إذا أنا قدمت أي شيء على الشاشة وتعلم منه ولدي ولا بنتي، اللي قاعد ينبني هذا المجتمع على أساسهم. قصدك أن يعني تأثير الفنان على المجتمع أكبر من تأثير أي وظيفة أخرى؟ طبعاً، لأن أنا قاعد أدش بيوت الناس كل يوم. شنو أصعب شيء مر عليك في المجال الفني اللي خلاك تصرحين بهذا التصريح بأن أنا أمنع بناتي من دخولهم إلى مجال الفن؟ لا، هي الـ هي الـ هي الـ الـ العقبات وايد. مثل ما قلت وكالة يقولون، أنت تدري إن كل كلمة ممكن تأثر على نفسية الفنان، وإحنا أساساً شغلنا نفسية. لازم تكون نفسيتي مرتاحة عشان أنا أقدر أعطي وأنا مرتاحة، أقدر أمثل كل كاركتر بدون ما يشغل بالي شيء ثاني. بناتي ليش أحطهم في إطار الإشاعات المزعجة؟ ليش أخليهم ما يقدرون ينامون لأن قالوا عني؟ ليش؟ المانشيت التالي يا مرام في مجلة اليقظة، أيضا قلتي لمجلة اليقظة في لقاء خاص وصرحتي بأن الفنانون مساكين. ليش والله مساكين؟ والله مساكين. شنو اللي ناقصك اليوم كفنانة عشان ما تكونين مسكينة؟ في الخليج مساكين يكرفون كرف اليهد، ما قاعدين يأخذون لا تقدير ولا احترام ولا اهتمام من قبل لا منتج ولا جمهور. سوري، الجمهور ما يقدر ولا يحترم. جمهور يقدر فنان ما عنده مواهب اذا ما يقدر موهبتي. تقدرين توضحي لي اكثر؟ انت اليوم سالتني سؤال واحنا هناك على المسرح والرشاقه وما ادري شنو، بس في ناس معتمده على الشكل، بس انا مو قاعده اقدم بس شكلي حق الجمهور. إذا الجمهور ما قاس
أنا موهوبة ولا لا؟ يبقى عيالي هو شنو؟ ما قدر موهبتي. نعم، قلتي أيضا في نفس الحوار مع الأسف هنالك فئة من الفنانات التي يحملن كلمة كويتية وهن بالأساس غير ذلك، أسأنا كثيرا بتقديمهن لأدوار غير صالحة ولابد أن يحاسبن كي لا يتمادين أكثر. من قصدت بكلامك؟ ما قصدت أحد معين، ما قصدت حزتها أحد معين، لأن كان سؤال الصحفي على أن أنتوا الحين بس ماني متذكرة بالضبط شنو سألني عنه اللي خلاني أقول الحين. أنت الحين لما تقول فنانة مرام كويتية، أنا عايشة هني، مواليد هني، أحمل جنسية هذا البلد، لو كان عندي نقابة بتحاسبني كفنانة على كل شيء أقدمه. يعني أنت شنو كنتي تقصدين بأدوار غير صالحة؟ شنو نوعية هذه الأدوار؟ أنا ما قلت أدوار، أنا ماني متذكرة أني قلت أدوار. أنت قصدك على تصرفاتهم؟ أيوة. خارج العمل؟ لا 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 لا، حتى في العمل أنا لازم أكون محتشمة، لأني أنا قاعدة أطلع في تلفزيون بلد مسلم، أحافظ على صورة عامة تطلع فيها الفنانة الكويتية. زين، أنت صريحة مرام؟ إيه؟ تقدرين تقولي لي منو قصدتي في وقت لا 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 والله حشا ما قصدت أحد. فنانة تعتبر مثال سيء لا 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 للفن الكويتي. ما قصدت أحد ولا حد. ليش قلتي؟ لأن في أكثر من فنانة ما قاعدين يفكرون إن أو ما قاعد يحاسبون على الإيمج مال الفنانة الكويتية. بس الفنانات الغير كويتيات ولا هم في فنانات أنا كويتيات؟ أنا كلامي في هذا اللقاء كان واضح، قلت له لما كان قال لي معتمدين على الإغراء مع إغراء وما أدري شنو، قلت له لا أنا كويتية وما أقدر أقدم أي دور، وفعلا أنا ما أقدر أقدم أي دور. يعني شنو أنت كويتية؟ شو المعنى؟ محاسبة من أهلي، من إخواني، من أصدقائي، لأن أخوي ما يقدر يدش دوانية. إذن أنت وليش دائما أكمل كلامي صالح؟ لأن هند حتى تقول إحنا كويتيات ما ناخذ. أنا لا، أنا ما تكلمت على أجر، هند أختي قالت أنا كويتية على أجر، أنا قاعد أتكلم على مبدأ وأخلاق. أنت تدري مجتمعنا وايد كلوز. بس الكويتية عندها أخلاق مرام؟ لازم يكون عندها أخلاق، هذا اللي أنا قاعد أقوله صالح، لازم تحافظ على لبسها. خلصت من النهاية بس بالأخير. بس أنا قاعد أتكلم عن مانشيت. لا أنا قاعد أتكلم عن قاعد أتكلم عن الغير كويتيات، شنو الكويتيات ما يخطئون. لا لا أنا قاعد أقول والأخلاق فقط باللبس. اقرأ اللقاء عدل. زين، قارين اللقاء عدل وجوابي. قارين اللقاء، قارين اللقاء والإجابة قاعد أقول لك إياها. أنا ما قلت كذي، أنا كان قصدي إن الفنانة الكويتية غير المصرية. لحظة شوي صالح، ترى اللقاء ظاهر على الهوى مرام. أدري بس أنا الناس قاعدة تقرأ يعني الحين. أدري بس أنا قاعدة أقول لك إن الفنانة الكويتية ما تقدر تمثل مثلاً في مصر. ليش؟ ما تقدر تلبس حفر. ما تقدر يلبسون. منو؟ أنت قولي. منو؟ أنت الفنانة. لا أنت قولي. وأنت اللي يلا الحين تجاوبين. أنا أتحدى قولي من كويتية سويتها. أنا هني السائل، أنت المجيبة. ما أنا قاعدة. وهذا لزميلاتك. أنا قاعدة أقول هي يمكن ما عندها مشكلة تلبس حفر في مجتمعها، لكن أنا عندي مشكلة لأن أنا أخوي يسألني ريلي حمولتي أب إيش فيك؟ إذا أنت عمرك ما لبستي حفر؟ لا طبعاً ممنوع. بس مو عمري. بلا كان في كان عندك لبس شوي جريء على ريد كاربت. هذا أنا كنت لابسة، المشكلة إنه طاح. أنا كنت لابسة فورير ولابسة فستان سواري. في فرق لما أكون أنا لابسة. ظهرتي. ظهرتي بهذا الشكل. إنزين بس شنو اللي أسأت؟ أنا قاعد أتكلم. أنت حرة بلبسك. لا لا لا. أنت حرة بلبسك والفنانات الأخريات حرين في لبسهم. يا ماما أنا. ليش حاسبينهم؟ أنا ما حسبت أحد. ليش قاعدين يسيئون؟ أنا قاعد أتكلم كتمثيل دور شخصية. مو أنا على ريد كاربت ألبس دراعة. قالوا والمنشيت التالي بجريدة النهار مع الصحفي مشاري حامد، قالوا وقالت شقيقتك الفنانة مي البلوشي في تصريح لجريدة النهار كل واحدة من أخواتي تسير في خطها وأنا معتمدة على نفسي. مرام احنا عرفنا أن أنت أول واحدة دخلت إلى المجال الفني صحيح؟ فعلا. هل صحيح أنك ترشحين هند وهند ترشحك لأعمال إلا أنكم ما ترشحون مي البلوشي؟ لا مو صحيح هالكلام. قولي صحيح. مو صحيح هالكلام، وهي ما يتعرف زين ان انا لا انا ارشح هند ولا هند ترشحني. بس احيانا يصير ان يكلموني في عمل او يعرضون علي عمل اكون انا مشغوله، فيقولوا لي زين ما احنا بيننا وبين بعض، يعني لما منتج يكلمني ولا مدير انتاج ولا حتى مخرج، زين شوفي لي اختك هند فاضيه مثلا اوريدي
أنا ما رشحت هند حق عملها الأول اللي هو زينة الحياة بدري زينة الدنيا. زينة الحياة بعدين اللقيطة. إنزين أنا ما رشحتها. أنا أساساً ما كنت أبيها تدش هالمجال لما تخلص جامعة، عشان تدش وهي مرتاحة مركزة خالصة من المسؤوليات اللي عليها، لأن هي اختارت إن تكون جامعية. أنت خالصة جامعة؟ لا ثانوية بس. ليش؟ ما بي. اكتفيتي؟ ما بي شهادة. اكتفيتي ثقافة ودراسة؟ لا لا هي السالفة مو ثقافة ودراسة، الثقافة مو بالجامعة، ما حد خذ شهادة واشتغل ضمن شهادته. بس بناتش ما راح تسمحي لهم انهم؟ لا هوش ليش ما اسمح لهم؟ قولي لي شنو، ما كملت السؤال. عبالي على الدراسة. لا شنو بتسمحي لهم شنو؟ انا ما كملت السؤال، شنو توقعتي؟ عبالي على الدراسة طبعا بسمح لهم يدشون جامعة ويكملون دراستهم، وان شاء الله ان بغت تدرس برا بتعب. تجبرينهم انهم يدخلون الجامعه ولا لو قالت لك بنت البنات؟ والله عشان هالزمن اي بجبرهم، لان هالزمن يطلب ان الانسان يكون عنده شهاده قبل الخبره. بينكم انتم الثلاث، مي وهند ومرام، منو الانجم؟ ابي بصراحه. اوهو اسئلتك. أوهو. مليقه وحظتها. اذا مدامها مليقه اعطينا الاجابه. ما عندي انجم، ما ادري، مو انا قيم. والله صالح مو أنا قيم، ما أحب أقول، لأن لا أبي أجرح خواتي ولا أخسرهم على حساب سؤال. إذا لو كنتوا في عمل واحد التتر الأسامي شو راح تنزل؟ ما تفرق معاي، لأن أنا موجودة بالعمل، مو مهم اسمي وين ينحط. بين خواتك؟ والله العظيم عمري ما اهتميت بهالموضوع. يعني لو كنتي مرام، هند، مي، شلون تنزل أسماء؟ كيف مخي ينزل المخرج؟ المخرج يشوف. ما تسألون أبدا؟ أنا أتكلم عن نفسي، أنا ما قاعد أتكلم عن خواتي. والأجور بعد ما تسألون فيها؟ أن نسأل بعض؟ لا، تسألون المنتج. لا لازم نسأل بالأجور. أنا قاعد أتعب. أنت الحين لحظة توظف وظيفة من غير ما تعرف كم المعاش؟ من الأعلى أجراً؟ ما له شغل. أنا لما إيني عرض عمل أشتغله ممكن أنزل من أجري لو طلب مني المنتج، بس أنا شايفة الدور عاجبني. أنا ما عندي مشكلة أكون فليكسبل. أنا فليكسبل وايد، فليكسبل وأنا أسأل كل المنتجين إن أنا وايد مرنة بهالموضوع، ما عندي أي مشكلة. أنا مو أنا ولا أنا أجري هالكثر، ما أخذ إلا هالكثر. الأجر عند الله إن شاء الله. منو تقنعش في التمثيل أكثر، مي ولا هند؟ على السريع. ما فيها تقنع. أنا ما طالعت أعمال غيري. ما طلعنا أعمال خواتك. أنت تبي كذي. خواتك ما طلعنا أعمالهم. أنا قلت لك ما لا تدششني بالطوف مع خواتي. هلا بالصدق المفروض ما يزعلون من الحقيقة. لا ما وانتي صريحة؟ هذه لها جمهورها وهذه لها جمهورها. أنا ما قلت لك منو جمهورها أكثر، قلت لك منو يقنعك. تقنعك بالتمثيل. هذه ما هي مي قالت كلام حلو. ولا واحدة؟ هاو؟ قاعد أسألك. كان من زمان أنا بأول لقاء قلت لا خد تقعد في البيت. يعني ما يقعدون في البيت؟ ليش حق يقعدون في البيت؟ مي مشت خط حلو في الكوميديا مع داود شوي، في مع طارق، في 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 بر يعني اشتغلت في المسلسلات، بالعكس حلو، انا شايفه حلو. والحين دشت شوي سكه الدراما الصح، قاعد يعطونها مساحه ادوار قاعده تثبت روحها. هند طلعت بدور بطوله من الاول، لو اساسا ام سوزان مو شايفتها انها تمثل عدل كان ما اعطتها دور بطوله. ارتحت؟ المانشيت التالي ترى انا مرتاح، انا بالمشاهدين يرتاحون. لا انت قاعد تسوي كذي وانت كذي، انت ما شفتي انت شلون؟ منك ايه يمين ويسار. والله قاعد اطرد شياطينك. لا قاعد تطردين الطاقة السلبية. نعم في عندي طاقة سلبية عليك. ايه الخبر التالي، ويقولون من موقع اخبار 24، ذكر في موقع اخبار 24 بان الفنانة مرام البلوشي تتقاضى $1,000,000 في العمل الواحد، هل صحيح انك تتقاضين اجرش دائما بالدولار؟ ليش تاخذينها بالدولار؟ خايفة من العين؟ ليش ما قاعد تاخذينها بالدينار؟ وايد ضحكتني. كم مليون تقاضيت لحد الحين من المسلسلات؟ كم؟ تدري يعني كم مليون دولار؟ انت ادرى. لا احسب لي لحظه تليفوني وين اعطوني احسب. 300,000 كويتي. انت مصدق؟ ليش شويه ولا وايد؟ ما في فنان كويتي وصل له الرقم ولا حتى اقل منه. ولا سعاد عبد الله وحياه الفهد؟ هذا المنتجين غير. لما تصير منتج غير. تبيع اعلانات. بس انت قلتي هالكلام. انا قلت هالكلام؟ اي في موقع 24، يعني انت مو قايله ان انا اتقاضى مليون دولار عن الاجر الواحد. يا رب اسمع منا، يا رب اسمع منا على الاقل مجهودنا اللي قاعد نتجه كل يوم. انت قلتي في لقاء تلفزيوني. لا
أنا قلت في لقاء تلفزيوني مليون دولار؟ برنامج الليلة مع فايز. لا أنت مو صح. عايش شنو قلتي؟ ما قلت. شنو قلتي؟ ما قلت. ولا سألتي هالسؤال؟ ولا سألت هالسؤال. ما أذكر. والله ما أذكر. بعدين في فيديو. حبيبي أنا ما قلت أنا أخذ مليون دولار. خاف كنت قاعد تغشمرين. كنت قاعد غشمر أكيد. إيه خلاص قولي بعد الناس يأخذونها على محمل الجد. نعم. وبعدين ليش ما تاخذي مليون دينار انت يعني مو عارفه قيمه نفسك ما تستاهلين اذا وحده انت ما تستاهلين مليون دولار انا استاهل مليون دولار لان خلص. انا قاعده اتعب 12 ساعه باليوم إيه؟ فتستحقين وعندي موهبه اللهم لك الحمد قاعده اشتغل عليها واتعب عليها انا ما وقفت عند نقطه معينه كل ما احس ان انا محتاجه اكثر اتعلم ما في مشكله ولا عيب زين شنو اكثر شيء طلعتي منه فلوس اكثر التمثيل ولا الغنى ولا الصالون انت شلك بالصالون انباع ارتاح يعني خسرتي فيه لا ما خسرت احنا فلينا شراكه لان هند اختي صارت منتجه يعني انت الحين لما تدش شريك مع احد اكيد في راس مال فاحنا فلينا خسرتي في الصالون وفي الغنى ابو التمثيل لا 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 ما خسرت في الصالون عفوا انا قلت فليت شراكه فليتي من الغنى وفليتي من الغنى والصالون لحظه صالح لما يجي شريكي يقول ايه؟ أنا أبي أفل الشراكة معناته أنا خسرت وصلت زي ليش معصبة لأنك أنت قاعد تقول خسرتي أنت ترى عاد الحياة خسارة ربح وخسارة يا مرام شوف لما أنت واللي ما يخسر ما يربح أوكي متى تخسر لما أنت ما تحسبها صح يعني ربحتي هذه مشاريع مشروع أنت قاعد فيه فلوس إذا أنت عندك خطة ودراسة جدوى ومرتب حساباتك ما تحبين الخسارة صح طبعا ليش أخسر طالما أنا قادرة أنجح ليش أخسر؟ دامني أنا قادرة أربح أنا ما أدش في أي مشروع ما أكون متأكدة أن أنا أقدر أربح والاستمرارية الاستمرارية دليل النجاح ودليل الربح صالح متى تقيم نجاحك ولا فشلك؟ ولما تتأكد من استمراريتك؟ شكراً أنا قاعد أقول لك أنا ما أضيع وقتي في شيء ما أدري أن أنا راح أستمر فيه الموضوع خاص بالاستمرارية ومرام مستمرة وقلتي بجريدة الوطن عبر لقاء خاص مع الصحفي حمود العنزي اعتزالك الفن وقلتي بأن لا شيء أغلى من زوجي وبناتي وأضفتي الفن أخذ سنين من عمري حتى لو أخذ الفن سنوات من عمرك ما كان في مقابل يا مرام ليش قاعد تضحكين؟ أضحك لأن هذا اللقاء حصل بناء على موقف أنت كل مواقف؟ أي والله العظيم أنت غشمرين؟ إيه والله اليوم حوارك معي ما في غشمرة هذا مو غشمرة قلتي بعتزل الفن انا قلت له اي غشمرة كنتي ولا جدية لا معصبة يعني معناته ان عصبيتك وما تقدرين تتحكمين بانفعالاتك فبالتالي تؤثر على قراراتك وكلامك قبل والحين الحمد لله تعتقدين ان انت انسانة متزنة ايه اكيد بعد هالعمر ما اصير متزنة اروح اموت احسن ما له علاقة بالعمر لا علاقة بالعمر عشان تاخذين قرارات وتتخذين قرارات بناء على حالة انت موجودة فيها مثل العصبية اوكي ما احنا قلنا مع العمر الواحد يتعلم انا ما عندي مشكلة اتعلم يا صالح لان هذه قرارات مصيرية ما انا شلون اخذ قرار مصيري بروحي انا واحدة استشير الحمد لله تستشيرين منو اللي حوالي واللي احس انه راح يعطيني راي مضبوط مرام قرارك اليوم بيد منو؟ بيدك انت ولا في احد ثاني يشاركك في هذا القرار؟ يعتمد قرار شنو؟ قرار شغل، قرار على مستوى البيت، قرار يعني انت مو حرة نفسك 100%؟ طبعا انا ملك وايد ناس مثل؟ عيالي بعد؟ ريلي جمهورك اهلي وجمهوري انت قلت ملك انا قاعد اقول املك يعني انا ما املك القرار اليوم بروحي اخذه بس انت مرام تقولين ان انت ضد الاحتكار والمنشط التالي مع الصحفيه جمانه الشراح قلتي في منشط للصحفيه جمانه الشراح لم يعد احد من المنتجين يعرض علي عملا بعد رفضي توقيع عقود احتكار طبعا هل في خلال مسيرتك الفنيه تم احتكارك فنيا لا على مستوى الغنى لما كنت كشركة روتانا احتكار كل اللي وقع مع روتانا وقع احتكار في منتجين كأعمال تلفزيونية ومسلسلات طلبوا انهم يحتكرونك مو طلبوا انهم يحتكروني جوابي كان واضح حق جمانة خلصنا من هالموضوع احنا قصدت سؤال ثاني انا وانا حق اقول لك جمانة لما قال لما قلت لها بعد ما صار المنتجين يوقعون الفنانين عقود احتكار أنا أتكلم مثلاً على هاي الشلالية والجروب الفلاني والجروب الفلاني يعني أنا اليوم أجمع الجروب ما أنت مع خواتك بسوين شلة وجروب وين؟ قولي لي أنت وين؟ إيش دراني وين؟ ما في أعمالك في مسرحياتك وين؟
إذا أنا مدينة البطاريق الحين أنا بعرضها بعد كم يوم مو يا إخواتي ولا واحدة من إخواتي. أنتوا تنافسون بعض على الساحة؟ لا أنا ما نافس أحد، أنا قاعد أشتغل ولا تساندون بعض؟ أرد أقول لك أنا قاعد أشتغل بروحي وعلى روحي، لما يطالب مني إن أنا أعطي رأيي حب هند ولا بمي أعطي رأيي، غير كذي لا. ما أعطتينا رأيك بالساعة، قاعد أقول لك منو أنجم هند؟ لا لما هند تستشيرني مثلا يعني عمل كذي هذا بس، مو إن أنا قاعدة أنافسها وأروح واسمع، انا ماني خبيثه عشان انافس احد. كنتي حابه؟ لا المنافسه ما لها علاقه بالخبث. امبلى هذا تقدم وتطور قاعد تشوفين منافسه، بس احنا مع الاسف قصدك الغيره مو المنافسه، المنافسه مطلوبه. هذا هو الغيره. كنتي حابه لقاء هند على ريد كاربت؟ هو حلو بس في نقطه اللي هي قالت انا كويتيه لازم يكون اجري عالي، انا شويه ضايقتني هذه الكلمه. وانت هم قلتي من ساعه كويتيه ما غلط. المهم مرام ريد كارد. لا 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 لما تسوي لي كذي خلي ارد عليك، ما تسوي لي كذي بكيفك. خلاص وصل لا صالح والله راح ازعل جد. ليش تزعلين؟ انا قلت لك كويتيه اي، انا طالعه من مجتمع محافظ ايه؟ احترم هذا المجتمع المحافظ ما ايه؟ غلط لما قلت انا كويتيه. اي واحنا نفتخر فيك يا مرام. بناتنا متربين على الحشمه ما فيها شيء، ما قلت شيء غلط. وبنات الخليج كلهم. والعربيات العربيات لا عادي عنده، انت ما قاعد تشوف في القنوات العربيه البنات عادي عندهم يلبسون اي شيء؟ ما اشوف قنوات عربيه، اشوف مرام في اعمالها التلفزيونيه احسن لك لا تشوف قنوات عربيه. وريد كارد. انزين مرام نبي نقول الحين نتكلم او تعطين كرت احمر لموضوع من المواضيع اللي ذكرناها، اختاري رفضك لدخول بناتك المجال الفني ولا انتقادك للفنانات الغير كويتيات المحسوبات على الفن الكويتي ولا تحيزك او محاربتك لاختك الفنانه ميل بلوشي او وصول اجرك لمليون دولار عن العمل الواحد ولا رفضك لعقود الاحتكار. انا ما فهمت الحين تبيني اعطي رد كارد لموضوع من هالمواضيع الخمسه ما تبين احد يكلمك فيهم مره ثانيه. وانت تعتقد ان ما حد راح يكلمني مره ثانيه؟ اي انت تمنعين هذا الشيء. من اللي يمنعه؟ انتي ريد كاربت، برنامج ريد كاربت ولا ريد كارد؟ ريد لا كارد. انا قاعد اقول لك من اللي بيمنع قرارك اللي الناس انتي. قرارك انتي واختيارك انتي مرام. شلون هالمواضيع الخمسه اللي انا طرحتهم لك في موضوع من هالمواضيع ما تبين احد يكلمك فيهم ايه؟ ممكن تقولين لا كل المواضيع خلي يكلموني فيها مليون مره، كيفك هذا قرارك. انا قاعد اقول لك ما عندي مشكله اجاوب على اي سؤال، والريد كارد حق حقك. ما تبينه وكذي بالحذف يا مرام؟ ايه تحذفينه؟ خلي حقك. ليش؟ بس انا مو محتاجه. ما ابي. ليش ما تبين؟ لان عادي ما عندي مشكله مع اي سؤال يتوجه لي. ايه بس ينسمع لي. ايه بس انت حذفتي الريد كارد. خلي حقك قلت انا ما لا انت شو سويتي؟ مع الاحترام والتقدير ايه؟ لك خلي حقك. اي عشان البنت الكويتيه شو تسوي؟ شكرا. تضع الكرت على الطاوله. واي 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 يعني انت صايدني الحين. وانا عازمك على العشاء. ما ابي. لا راح تاكلين. ما راح اكل. خلينا نشوف كيفي. راح اوريك الحين الشاب الكويتي شنو راح يقدم لك على العشاء. لا مو زوي كلش. شلون قاعد تقولين الشاب الكويتي مش زوي؟ قاعد تتهمين الشاب الكويتي. مرام على العشاء.
مرام، منو اللي حلف لك ما يخليك؟ منو اللي حلف لك ما يخليك؟ ليش احسك ان انت تتصنعين الكوميديه؟ نعم. ما تبين تسمعين الاغنيه برومانسيه عشان لا تتاثرين؟ لان انا كل كلمه لها شيء ضحكني داخل، صار موقف ضحكني، انت ايش دراك؟ لا انا احس الاغنيه هذه تحزنك فتحاولين ان انت لا والله حشا لا طلعين جانب اخر. اول شيء انا سجلت هالاغنيه وانا حامل في بنتي جنان. يعني غنيتيها من غير احساس هالاغنيه؟ لا ما ينفع، انا دشيت حاله وغنيت. إذا أنت ما تدري إن المطرب ممكن يمثل فهذه مشكلتك يا صالح. أنا أدري إن الممثل، أنا أدري إن المغني إحساسه صادق وما يمثل. متى ما حسيت صادق عيل المطرب عمره بحياته ما راح يتزوج ولا راح يحب. تبين تقنعين إن أنت عمرك ما انجرحتي؟ لا، من منو يعني تقصد؟ أنت قولي لي من منو، من أي أحد؟ طالما من أحد عزيز عليك. أوكي. طالما احنا بني ادمين احنا مو كاملين، الاغلاط وارده، واللي ما يعرف يسامح ما راح يذوق معنى الرضا من بعد يعني معنى على قولتهم تراضيني، يعني لازم تتعور عشان تتعلم. في احد يخذلك وايد وايد؟ شنو تعلمت؟ لان دائما لا سوري، لان احنا دائما نتوقع من اللي قدامنا شيء، ولما يسوي شيء ثاني نلومه. ليش؟ لأن أنا من البداية كان توقع، ما كان شيء صجي. طبعاً هذيل الجيفتس من الفانز الخاص بمرام، يبيلوا تشوكلت وورد اللي عمرهم ما خذلوك، اللي دائماً معاك ويساندون حبايبي والله، وكان يسألون عني، ودهم كل يوم يكونون عندي طبعاً أكيد. وبعدين على السيجمنت اللي طاف، لا احنا ما لنا شغل بالماضي، لا مالي شغل، لا انت قلت ترى هذه فقره رومانسيه، مالي شغل، لازم اقول الوحيده اللي قاعده تصرخ على العشاء هو كويتي وما وخر لي الكرسي اللي مو مزوق، شكرا. كنت قاعد اركب لك البالونات عشان تطلعين بشكل حلو ومهذب. مالي شغل، ما تبطل لي الباب بالسياره مثلا. ابطل لك الباب فعليك، بس هذا اللي انا اتكلم عنه. بعدين يعني زوجك يسوي معك شيء؟ لا زوجي بلا بعد، لا احن عشان يصير شيء عادي ما في شيء. إنزين في بعد جفت هدايا واصلة لك، إذا ممكن بس محمد عشان في باقة ورد واصلت لك من الفانز مالك، أبي أقرأ الأسماء. عمري. طبعا هني حرف الأم. أم بيبي وايد كذي استعنت أنا، هاي كل على سلامتي أنا أدري. طبعا العلبة هذه داخلها شوكلت، أنت كنتي تبين شوكلت. أيوة بس أبيش تاكلين طبعا قبل لا تاكلين الشوكلت، بس إذا ممكن محمد تجيب لنا الباقة. حركات سي اتش وباقة ورد للورد يا مرام. يا بنات والله العظيم صراحة حرشتوني كذي. اوكي وهذه باقة الورد. توم يعني ستوب محمد، عطى حق مرام. تفضلي خل تاخذه. لا عادي، مشكور. طبعا الورد هذا مع الشيس الاحمر من فانزوج بالسعودية. اي اسماء. اي اعطيك في كرت اسماء وامنة. اي تبين تبطلين هذه مرام ولا تحتفظين فيها؟ هذا راح يطيح، لا ماني قادرة اتحكم فيه. لا خلاص بعدين. خلاص وهذه ايضا بعدين ما ابي احد يشوف هديتي. خلاص خليها لك مرام. يسلمك، مشكورين حبايبي، مشكورين الله لا يحرمني منكم. نعم تحياتنا اكيد لكل الفانز اللي تواصل معنا على رود كاربت. تفضل على العشاء. والله ضحكتني لما قلت لي تصنعين الكوميديا، عيلتي ما عرفت مرام والله. قاعد اقول لك بهالفقره مرام، انت ليش كل شيء تاخذينه بشكل عام؟ لا انا لازم اخذ كل شيء بضحك، ليش تبيني على طول متاهبه حربه؟ حسيتك انك قاعده تستهزئين بكلمات الاغنيه مع انها حساسه ومعبره. تذكرت موقف ايش دراني شفت لما قاعده اصور الكليب؟ لا اقرا الافكار ولا الاحاسيس. انا وانا قاعده اصور الكليب شفت رده فعل. لا والله في دزه حق الباب ادزها، انا قاعده ادز مو راضي، قاعده ادز هم حاطين بس ملوترامول ورا على نفس الكلمه، لاني كل مره اعيد على نفس اللقطه اسوي كذي ما يندز. بس هذا كل ضحك. بالعافيه. وهبت عمري وسنيني، سحرني والله يا عالم، سكن دمي وشراييني، نسيت الناس والعالم، وفجأة انقلب ضدي بدون أسباب خلاني خانيه.
مرام على ريد كاربت وعلى الدينر. تحبين السي فود صح؟ شو اسمك احسن شي قاطعتي؟ لان هذا ما ينوكل شوكه وسكين. صح ينوكل بالايد. وانت ست بيت شاطره. الحمد لله. شو تطبخين؟ كل شيء. مثل؟ كل شيء. اشطر يعني اكله ياكلها من يعني ياكلها من ايد زوجك ويعني ودائما ما يطلبها منك؟ موش. هي مو عشان شيء لان انا المكونات والاضافات اللي احطها مو نفس الموش اللي احنا نسويه اللي احنا نعرفه يعني. انا عندي شويه تاتشات بس. منو تطبخ افضل انت ولا هند ولا مي؟ ما ادري كل واحده لها طعم. لا احنا كلنا نطبخ لان انا ما شفت خدامه ببيتنا لان وانا يعني كبيره لان احنا كلنا كنا ندش المطبخ نساعد الوالده. اي بس انا مو شاطره بالحلو يعني انا اتضايق اسوي حلو. الحلو ما يسوي حلو؟ لا لا. شفت الشاب الرومانسي الكويتي؟ اي هذا المزوي. ولا تستاهلين يا مرام وانا جدا مستمتع في وجودك اليوم. يا صلاه تبعثني. انزين منو يطبخ احسن انت؟ ما ادري والله. انا اقدر افلها معاك ضحك ويكون اللقاء كله ضحك. اي وشنو وش فيه الضحك؟ لا انا ما ابي ضحك ابي جد. انا جايه على الدنيا اضحك وبمشي اضحك. بس على ريد كاربت ما بيش تضحكين. انا لو تشوف على ريد كاربت ايش بدعت. كان تضحك صدق. اللي انا نسيت نفسي اني انا فنانه لما شفت اميتاب باتشان واسال هند. لما شفت اميتاب باتشان مش ماشي قدامي وايد حوالي كان اقول اميتاب كنت تجرني هند كان اقول ابي قاعد اقول لها اميتاب. على بالك البنت اللي عمرها 17 سنه لما كانت تشوف لها فيلم في السينما. شفت؟ سينما الحمراء؟ رحت الحمراء والفردوس. سينما الفردوس. زمان تطبخ اكثر الوالده والدتك ولا ام ريلك؟ والله لا كلهم لا اكيد يطبخون اكثر لان انت ايش قاعد تقول صالح؟ منو طبخها احلى؟ يعني انا ما كليت في طبخه معينه من هني احلى من هني. لا خالتي لها اطباقها وامي لها اطباقها. يعني انت قاعد تتكلم عن طباخ نفس مكونات هي السالفه كل واحده شنو تحب الطعم يكون. والله هي السالفه انك انت ما تبين تزعلين انت طالع شلون قاعد تاكل الحلو ومخلي الاكل. انا مو وايد احب الربيان. اي سوري انا اكلتك سي فود غصب عني غصب عنك اليوم. تستاهلين. لان احنا متعودين على السي فود اكثر يعني انا مو من اكله اللحم طبعا انا مو وايد بس احب السي فود. اكله اقدر اكل؟ راح اسكت. شلون انتم قاعد تصوروني؟ ما يصير. لا اكله وانا راح اسكت. لا ما يصير انتم قاعد تصوروني شلون اشيل راس الربيانه واقشر ما يصير. عادي انت مو طبيعيه قدام جمهورك. كيفكم يلا اوكي اوكي ولا يهمك وحياتك ها ها شوفوا صراحة جامبو وحلو وعليه زبدة وزيت. ريفلكشن من خلال هذه الفقرة نواجه ضيفتنا ونجمتنا لهذه الليلة مرام باعترافات خاصة راح تقولها لنفسها. راح تقول أعترف ولا ما أعترف. نبدأ مع مرام وهي أمام المراية عشان نشوف اعترافات مرام. جاهزة مرام؟ أعترف أنا مرام بأني كل ما أواجه المراية أحب بشكلي. لازم أحب شعري أهم شيء عشان أنا ما أهتم بالميك اب وايد بس أحب شعري قصير عشان أعترف إن أنا مالي خلق أمشط. قصة شعرك جايتنا اليوم بلوك جديد. وأشكر طبعا الكوافير أسامة اللي اهتم لي باللوك والقصة حبيتها. وأضاف رج إيه صديقتي رانيا تسني اهتمت بموضوع أظافري لأن أنا بالغصب ينادوني على هالمواضيع.
أعترف بأني أكره بشكلي؟ أنا ما أحب أكره روحي بالجامعة، فأنا الحمد لله الله خلقني بصورة حلوة وبأحسن صورة، فلازم أتقبل شكلي مهما كان. أعترف بأني خذلت مرام المطربة باكتفائي بالتمثيل فقط. مرام المطربة ما انخذلت، مرام المطربة أعجزت أنها تكمل. خذلتها يمكن عشان ما ثابرت، ما واجهت، ما اجتهدت. صح. أعترف بأن أختي الفنانة هند البلوشي سحبت مني الأضواء بمجرد دخولها للوسط الفني. أنا ما حسيت هالشيء كلش، بالعكس لأنها حصلت مساندة مني. وبعدين هي كان يمكن نصيبها بأدوار البطولة أسرع مني. أعترف بأن تمثيل سعودة لا يقنعني. بعدها بداياتها، أنا ما راح أقدر أحكم عليك يا سعودة، بس أنا قلت لك شنو فيه كان شيء. وأعترف أن صوت شيماء ما يطربني. لا ما أعترف، لا أعترف أن صوتها طربني، لأن بالدليل أنه وأنا جاي بالطريق قاعد أسمع أغنيتها. أعترف بأن أسوأ أدواري كان في مسلسل. ما أتذكر، لا ما عمري ما حبيت دور، لأن كل شيء كان له طعم عندي. أعترف بأني لم أصبح نجمة صف أول حتى اليوم. هو إيه أكيد، لأن لما أنا أستحق هذا الصف رح أوقف. أعترف بأني لا أتواصل مع الصحافة والإعلام كما يجب. إحنا في عصر صحافة وإعلام فعلا، أنا مقلة، بس أنا من الفنانات اللي الحمد لله مقتنعة بفكرتي ومبدئي، ما عندي شيء أشتغله وأتكلم عنه، ما بيطلع بالصحافة ولا أسوي أي مقابلة. أعترف بأن أسهمي الفنية انخفضت في السنوات الأخيرة. شلون عيل؟ كان أنا قاعدة بالبيت ما أشتغل. لا انخفضت ما وقفت. حتى لو انخفضت يمكن أنا رفضت أعمال وايد، إيش دراك، يمكن أنا اللي خفضتها. أعترف بأن مستوى الدراما الخليجية لم يعد يقنعني كمشاهدة. والله فعلا عندنا مشكلة بهالموضوع، صايرة القصص وحدة، الأحداث وحدة، يمكن عشان هو موجة والكل ماشي عليها، صاير الحين وقت المسلسلات كله يتشابهون في نفس القصص، نبي شيء جديد بليز. أعترف بأن وفاة والدي كسرني. طبعا البنت بنت أبوها، وأبوي كان حزام ظهري وكان حبيبي وأخوي وصديقي وأبوي، فحسيت بكسر الظهر. الله يرحمك ويغفر لك. راح تزداد دقات قلبك دعوة بعد ما تتعرفين على شخصيتك وتحليل الشخصية الخاص بالنجمة الكويتية مرام. وصل التحليل الخاص فيك، الكثير من النجوم والنجمات قالوا أن نسبة التحليل كانت صحيحة 100%، وفي ناس قالوا أن لا، ما كانت النسبة صحيحة 100%، النسب اختلفت من نجم إلى آخر لنرى ما مدى اقتناع
مرام باللي مكتوب المصداقية. أكيد هو حلل شخصيتي بناء على الأسئلة والأجوبة. مرام البلوشي شخصية متمردة وعنيدة ومقاتلة شرسة، ذات شخصية قوية ومعطاءة، واضحة صريحة، نعم، تعلن ذاتها أمام الملأ بلا خوف. لحد الحين 100%. لا تهرب من النقد بل يزيد إصراراً على مواقفها، رغم ذلك فتفكيرها غير ناضج حقاً، وتميل إلى أخذ الأمور بسطحية ودون تعمق. هذه يمكن شويه لتصليح عليها. بالعكس انا وايد احب التفاصيل. تاخذين الامور ببساطه يعني؟ لازم اخذها ببساطه عشان انت تسمعها مني ببساطه، فلما بدش في تفاصيل اكثر باخذ وقت اكثر. ايضا فهي شخصيه غريبه وعدوانيه. لا عاد كلش لا. تثير الجدل حولها وكثيرا ما تجادل دون هدف. هذه إيه ممكن، لأن أكون أنا وايد زعلانة مثلاً أحط الحرة بأي أحد، لأن شيء عادي تصير، بس إن أنا عدوانية لا، هذه شوية لي هم بوينت عليها، لأن أنا عمري ما بلشت إني أنا يعني شلون أقول لك أتعدى على أحد. فيك شراسة طبعاً اللي يدوس لي على طرف. إيه إحنا ما قلنا أنت تأذين أحد، بس إن أنت فيك شراسة. لا وقوة. كلمة عدوانية معناتها هذا إنسان عنيف في ردود أفعاله، دائماً يحب أنه يهجم ويأخذ لي لا واللي مو له، وكله كله يحارب. أنا مو كذي. عدوانية معناتها أن هي ردات فعلك على أي ردة فعل تكون قوية شرسة. هناك شخصيات حتى لو يتم الضرر بها ما ترد، مسالمة، تخاف، جبانة. هم أنا مصمم أن أنا مو عدواني. ها أنت قلت قوية بس مو عدوانية. قوية بشكل حاد تؤدي إلى العدوانية عموماً. مو عدواني. أيضاً مثل ما قلت لك إن أنت شخصية غريبة. غريبة غريبة. وتحبين المغامرة وجريئة جداً. فعلاً. مرام هي امرأة حرة مستقلة متمسكة بحريتها وترفض القيود بجميع أشكالها، بل وتحترم حريات الآخرين. نعم. صادقة ومغرورة. لا وتملك كبرياء لا من نوع خاص. لا مو مغرورة. لا مو مغرورة. حشة مو مغرورة. أنت شنو عندكم، شنو مقياس الغرور عندك أو عند اللي حلل شخصي؟ صادقة ومغرورة نفس أسماء ألبوماتك. شقة حطيتيها في ألبوماتك؟ هذه صادقة ومغرورة بناء على أغاني وكلمات، بس أنا لا، أنا ماني مغرورة. معنى حطيتي هالأسامي كأسماء لألبومات؟ هذا أنت كذي قلت ولا هو حلل كذي؟ أنا كلش مالي شغل. اللي يختار اسم الألبوم الشركة. هالو. صادقة ومغرورة. اي إذا أنت مغرورة كيفك؟ قاعد غشمر معاك مو مغرورة. وتملك كبرياء من نوع خاص، لها مبادئ خاصة بها حتى وإن تناقضت مع قناعات الآخرين. نعم وتمسك فيها بعد. ابتسمي. ها؟ مبدعة وخلاقة. واو. تملك الكثير من الأفكار وتكره أن تكون نسخة مكررة من الآخرين. هذه فعلا. مرام محبة للسيطرة ولا تعرف الاستقرار أبدا، فهي مزاجية متقلبة على الدوام وفي حالة اكتشاف دائمة. ما مدى دقة هذا التحليل؟ أعطي 99%. بس المغرورة؟ لا 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 مو المغرورة، اللي قبلها العدوانية واللي قلت لك أنا هذا يمكن كل اللي سويتيه اليوم مو ليش انا شلت سيفي وطقيت ما عندك سيف وحاربت؟ لا بس ردودك حاده. سيفك هو لسانك. لا يا صالح خلينا نتفق على شغله. انت مشتطه. ايوه حدي الحين مساعه. ليش كنت عالي. اي ليش كان صوتي عالي؟ لانك ما قاعد تسمعني. قاعد اسمعك. لا كنت قاعد تحكي وقاعده تقاطعني، فكان شويه الحوار منرفزني فعلى صوتي. هاي راح نشوف شلون نرفزتك في المواجهة. مع؟ معي. يلا.
المواجهة يا مرام، ونشوف ما مدى دقة وصراحة وشجاعة مرام. أنت ليش كل تضحكين؟ لأن على الموسيقى كنت قاعد أسوي، تخيلت أن أنا شي شقلت لي شيء. زين ليش قاعد تبررين؟ كيفك؟ أنا لأن أنا وين وأنت وين؟ أنا وين؟ أنا مني. وأنت وين؟ مني. ها أوكي، أنا هني وأنت هني. يعني ليش كله تضحكين؟ على ريد كاربت. بضحك كيف؟ أنت كل شيء تسوينه في الحياة على كيفك ومزاجك صح؟ لا عاد مو كل شيء. منو من الفنانات اللي حاربوا ودخولك للتمثيل أول ما خطيتي هذه الخطوة؟ ما واجهت المشكلة. لا تمثيل أنت قلت. تمثيل لما كنتي مطربة، يعني مطربة جايت متمثل. لا ما واجهت هالمشكلة الحمد لله. يعني ما حسيت إن في أحد حاربني، بالعكس. وأنا أصلاً ولو تسأل كل زملائي بالوسط الحمد لله قاعدة أشتغل وأطلع، ما عندي مشاكل مع أحد، ما سويت مشاكل مع أحد لأني ما أدور مشاكل. تهجين يخافون منك؟ إيش دعوه؟ إن أنت شخصية قوية. لا إيش دعوه؟ شنو شايل سيف؟ ما حد يصابك. أنت شايل سيف الله يهداك فيك. لا مرام شايلة سيفها. لا مو لهالدرجة، لا لأن أنا ما أدور مشاكل. لأن أنت شخصية قوية ف ما يخالف على بني قوية يتحاشوني. أنا ما أروح أتلاقف وأدش بحياة أحد ولا أسأل عن شيء عشان أسوي مشاكل. يعني ما في أي فنانة من الفنانات اللي أنت الحين على خلاف معاهم أو هناك محاربة فيما بينكم؟ اللهم لك الحمد. لا وتقدر تتأكد من فنانة فنانة ارفع عليها التليفون، أنت عندك خلاف مع مرام شوف شو يردون عليك. منو من الفنانات اللي اليوم يحاربونك؟ ما في أحد يحاربني. إنزين منو الفنانة اللي دائما ما تكون في مقارنة بينك وبينها؟ بمعنى دور معين نعرض على مرام ما مثلته مرام تمثله للفنانة الفلانية أو العكس. هو حصل فعلي إن في أدوار انكتبت لي ومثلوها غيري والحمد لله. يعني إن لما أنا أنحط فيها الإطار قاعد يختارون بنات صح مثل. يعني مثل هبة الدري هم ملاك البديل مالي بعد كم مرة، بثينة كم مرة، كذي في كم مسلسل. شلون علاقتك اليوم مع ملاك؟ زين الحمد لله، توني مشتغلة معاها في البيت بيت أبونا. تحسنت؟ هو ما كان في أي خلاف فعلي على فن، على خلينا نقول يعني مو شيء فني، شيء خاص. كان شنو؟ شيء خاص. مشكلة خاصة؟ مشكلة خاصة. وبعدين كان خلافها مع هند أساساً، أنا دافعت عن أختي ودشيت بالنص بينها وبين أختي وأنا اللي كليتها. بس احنا سمعنا ان هي تصالحت مع هند بس ما تصالحت معك. يا عمي ما بيني وبينها شيء، بس انا لما احد يغلط علي ما ارجع اتعاطى معاه. بس هي غلطت عليك؟ نعم. وين وين شنو وين؟ يعني في الانستغرام فيس تو فيس بالتليفون بينك وبينها غلطت عليك بينك وبينها؟ تحبين ملاك؟ اي يعني انا ما اعرف اكره وما سوت لي شيء غير انها غلطت علي. اوكي بس انا خذيت موقف. بس رديتي عليها ولا لا؟ لا ما رديت. التزمتي الصمت ومسحتيها؟ لا ما هي اللي مسحتني فما وداني ارد. وهي تدري ان ماكو شيء خلاص، واشتغلنا البيت بيت ابونا اللي فات مات وانا قلبي كبير ونسيت السالفه. يعني انت الحين ذكرتني فيها. تعترفين ان انت كممثله اقوى منك كمغنيه؟ يا ربي انا ما ادري شنو مواطن القوه والضعف عندكم اللي انتم قاعد تحكمون فيها كذي على طول. ان انت ممثله بروفيشنال في التمثيل وتجيدين الادوار بشكل كامل، اما كمغنيه فكنتي ضعيفه مع المغنيات اللي كانوا معاش على الساحه. عشان من اللي كان معي على الساحه عشان انا انت تجي تقيمني ان انا ضعيفه؟ انا ما قاعد اقيمك. ها الناس قاعد تقيمك، انا قاعد اوصل لك كل شيء. انا ما خذيت فرصتي كمطربه. ليش؟ لان ما ادعموني صح. هالمهرجانات اللي ظهرتي فيها انت تقريبا من الفنانات الشابات اعلاميا الوحيدات اللي انت ظاهره في مهرجانات. انا يا ماما عشان اشتغل هالمهرجانات انا اللي اجتهدت اني اكون متواجده، وانا اللي كنت احرص على اللقاءات الصحفيه. انا كنت اركض ورا الصحفيين واقول عندي البوم جديد. خلاص ما اقدر اقول اكثر من كذي. صدق لان ما لان يعني وايد اشياء فيها نقاط ما الواحد ما يقدر يقولها. وينك من مسرح الكبار؟ مسرح الكبار ما استهواني. الكوميدي عالمي الطفل. ليش؟
أقدر أغني وأحب هذا الشو الاستعراض. مثلتي رعب بس كان دوري مطربة جاية تصور كليب داخل قصر مهجور ومسرح عبد العزيز المسلم، مسرح وايد راقي وايد. تعلمت على هذه الخشبة أساسيات أنا ما كنت أعرفها، وأستاذ عبد العزيز يدري فيني إن أنا وايد ملقوفة وايد أسأل، وبعدين أشكره لأنه درسني أثناء شغلي معه. ليش ما مثلتي للحين مع طارق العلي على المسرح؟ مسرح كوميدي بما أن أنت كوميدية. بس أنا مو كوميدية. منو قال لك؟ أنا أقدر أصير كوميدية بس مو كوميديا طارق. ما تعتقدين أن أنت قادرة على منافسة هيا شعيبي في الكوميديا؟ أول شيء أنا ما نافست هيا من قبل واشتغلت مسلسلات كوميدية، لا بالعكس أنا حريصة على الأدوار بالدراما. يمكن اختاروني عشان مثلت طبيعة كاركتر بني آدمة وايد عفوية، وايد قالوا عني كوميدية، بس هذه عفوية مو كوميدية. تصير لك هيا شعيبي؟ أبوها يصير خال والدتي. تشوفين نفسك في الكوميديا أكثر ولا تراجيديا مرام؟ أنا ما مثلت كوميديا أصلاً. وين أي مسلسل كوميدي مثلت غير تذكرة داود؟ فعشان كذي أنت ما تشوفين نفسك في الكوميديا؟ مو ما أشوف نفسي. تعتذرين عن الأعمال الكوميدية؟ ولا ما نعرض عليك أصلاً؟ ما نعرض علي، أو يمكن نعرض علي حزتها، بس أنا ما شفت نفسي بالكوميديا وايد، لأن الكوميديا اللي قاعدة تقدم. مسكو عنبر ما كان كوميدي؟ بس مسكو عنبر قصة. وانا كان دور عادي وايد. حتى في زوالة خميس دورك كان في خط كوميدي. مو خط، هذه عفوية، هذه وحدة انا مثلت دور هذه العفوية. مرام ليش صارت كررين ادوارك في الفترة الاخيرة؟ مو انا لما ينعرض علي نص يحددوا لي الشخصية اللي اقراها، ما ينفع انا اقول لا ابي هالشخصية لان بتكون مرشحة حق غيري. يعني فأمه المخرج لما يطلب الفنانة ولا حتى الكاتب يحرص إن هالفنانة تأخذ هالدور، يكون هو متخيل إن هالفنانة تسوي هالدور. المخرجين شافوني في أدوار كذي، يعني المخرجين المنتجين على البوتش مرام حكروتش بأدوار معينة. إيه تقدر تقول كذي، صدق تقدر تقول كذي، بس إن أنا بالعكس كنت متنوعة ترى. لما ما ألاقي تغيير طبيعة الكاركتر، لو ما تشوفين هالتغيير هل معناته أنهم قاعد يحاربونك؟ لا لا، ولا هذه قدرات مرام؟ لا لا، بس ما في أنت ما أدري، يعني أنت قاعد تقول شيء أنا الحين قاعد أدور براسي. كل كاركتر كان غير عن الثاني، بس نفس الخط. لا لا مو كله. إذا أنت كوميدي لحين ما اشتغلتي بشكل كامل مع كل قدراتك الكوميدية اللي إحنا قاعد نشوفها اللي قاعد اشوفها فيك. لا شنو الكوميديه انت شنو شايف مسلسلات كوميديه؟ صح نفس ايام قبل، نفس خالتي قماشه، فعشان كذي نفس عاده، ولكن نفس درس خصوصي. خرج ولم يعد، خرج ولم يعد. والكوميديا كوميديا موقف مو اللي قاعد يصير. انا ما حبيت هذا بس احنا ما عندنا فنانات كوميديات. مثلت مع طارق وسع صدرك، يعني مثل كوميدي. اي بس مو وايد، ما حبيت. انت ما تحبين الكوميدي؟ يعني ما حسيتني هذه انا، مو انا. مرام ليش تمثلين؟ ها؟ ليش تمثلين؟ لان ما اعرف اسوي شيء ثاني غير التمثيل الحين. وتغنين؟ اقصد ان انا ما اقدر اقعد ورا مكتب وامسك قلم بكتب صادر وارد. اذا انت قدمتي سويت إعلانات؟ إي التقديم صراحة فتحتي صالون بزنس؟ لا لا سويت إعلانات، هذا كل نجوم هوليوود يسوون إعلانات، هذا حق مشروع حق كل فنان. كل فنان اللي هو أصلاً إحنا قاعدين نشتغل الحين هذا البرنامج على إعلانات يا صالح، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أنت مثلتي من أجل الصيت ولا الغنى؟ لا لا ما له شغل. أنا اليوم لما ييني صاحب شركة ويقول لي أبيك بإعلان مدفوع الأجر وأنا فنانة معروفة ومشهورة راح أسوي لا دعاية، شنو فيها؟ متحسن إن كن إنزين شنو الإعلان اللي أنا مثلته تكفى غير فيفا؟ مو كنا سلعة يصير؟ فيفا I know. بس سو غنيت وكان في فترة
في فترة رمضان وكانت حدوتة حلوة. مرام أنت تعتبرين نفسك سلعة للمنتجين ولشركات الإعلانات؟ صالح لا تخليني أتكلم كلام مو حلو. قول اللي تبينه. إحنا سلعة بالنهاية حق كل المسلسلات اللي قاعد نشتغلها. تعترفين بهذا؟ مو أنا أعترف. هي صارت كذي. هذه مو بس سياسة قناة ولا سياسة. أنت إيش قاعد تقول؟ نجوم هوليوود بعد ما يصيرون نجوم ويشبعون قاموا يسوون عطور وإعلانات وما أدري شنو. يعني تشوفينه شيء صحي؟ طبعًا. من وين يكسبون من وراء مبالغ مادية؟ سوري الفنان إيش حقه قاعد يمثل؟ أنت قاعد تمثلين ليش من الصيت؟ عشان الصيت ولا الغنى؟ لحظة لحظة خلي الصيت وخلي الغنى. أنا أتكلم الفنان من وين يأخذ أجره؟ زين وين الرسالة الفنية اللي أنتوا دائمًا ما تنادون بها وتتكلمون عنها؟ هذه الشغلة. هذا اللي أنا مساعة قاعد أتكلم عنها إن الواحد لازم يحرص على أمج معين والرسالة اللي قاعد تتكلم عنها الكاتب هو يحددها. لما أنا أي يقولوا لي أنت ليش مثلتي دور كذي؟ على شنو دورك كممثلة؟ دوري كممثلة داخل المسلسل وداخل القصة هذه الرسالة. ودورك كمطربة؟ الإحساس اللي قاعد أوصله ونوع الأغاني اللي قاعد أقدمه. معروف عن مرام أنها جريئة، تتوافقين معي ولا لا؟ هي جريئة بطرح فكرة معينة سليمة ما صحية ما تأثر لا على طفل ولا على شايب ولا على شاب ولا تغير مسار تفكير أحد. شنو أجرأ شيء سويتي؟ ما أذكر. في الوسط الفني الحين ما يحضرني شيء. إذا أنا أذكر شنو؟ خلي يروح كلب خلي يروح. إيه شنو الجرأة اللي أنت شفتها فيه بس إن أنا عشان خلي يروح مغنية ايه؟ كويتية ايه؟ خليجية ايه؟ او شك كان في قسوة على الرجل في انه خلي يروح الله لا يرده. ان شاء الله ثانية الرقصات التي كانت في الكلب هذه اول مرة ايه بس هذه انا وكأنك اجنبية. انا كل يوم كل يوم اسوي استعراض في خشبة مسرح الطفل بس في كلب انا ما كنت قاعد اسوي بس مسرح الطفل يحمل فكر لحظة. خاص للطفل وهذه الكلب يحمل فكر مختلف أغنية عاطفية. تكفى شلون كانت الاستعراضات؟ شو سويت؟ بقول لك شيء أنا الكلب خلي يروح أنا عجبتني الأغنية عجبتني أنا والدليل إن أنا قاعد أقول لك اسمها قاعد تواجه أوكي أغريتك أنا ما قلت إن في إغراء أنت اللي قلتي شكرا أنت قاعد تقولين أنا ما قلت طالما أنت قاعد تقول رقصات شنو أنا رقاصة صج لا الرقصات هذا نوع من أنواع الفنون لا أنت الكلمة رقصات استفزتني لا رقاصة شيء ثاني قلت رقصات أنت تؤدين رقصات أنا حركات استعراضية سويتها ما سويت رقصات لا يعتبر نوع من أنواع كلمة الرقص رقص غير استعراض يعتبر نوع من أنواع الرقص نو شنو الفرق؟ وايد فرق شو أسمح أعطيني الفرق لا هذا هو حتة الإغراء مرام سوري على اللوف الرقص اللي أنت في بالك الرقص الشرقي يختلف عن الرقصات اللي أنت تقومين بها في احنا فرق. ما نقول انت ما رقصتي ركس احنا ما نقول نوع من انواع الرقصات الباليه مو نوع من انواع الرقصات خلنا افيدك قاعد استفيد منك يا مرام انا اليوم اول حلقه العظيم. والله قاعد اقول لك هذا يسمونه استعراض ما يسمونه رقص يعني الكليب تعتبرينه جريء ولا لا جريء اي وانا قلت لك جريء وفعلا هذا كان استعراض لفكره الكليب فكره الاغنيه سوري شنو اكثر شيء يستفزك ما راح اقولك عرض كاربت راح اقول لك من المنتجين والفنانين اللي تشتغلين معاهم نقول منتجين ومخرجين كتعامل شنو اكثر شيء يستفزك منهم عفوا هذا موضوع الاجر والله من اي ناحيه في انك تستلمين الاجر ولا الاتفاق على الاجر لا الاتفاق على الاجر لان انا وحده اصلا استحي اتكلم في موضوع الاجر ليش لان انا شي قاعده اقيم روحي كني انا فعلا سلعه مثل ما قلت بس حتى قلتي اوكي احنا اليوم قاعد اقول في ظل هالقنوات وهالتلفزيون بس انتم قاعد تجيبون فلوس حق المنتج فمن حقكم انكم تشاركون تتشرطون في الاجر ما بعدين ما دامش تستحي ليش ما تحطين مدير اعمال انا احط مدير اعمال ايه عشان يتكلم باسمي ايه لا تعرف ليش لان ما عندي ثقه بحد المفروض تثقين فيه ولكن لا تثقين باي احد لا ما اقدر اثق في مدير اعمال يتكلم على لساني وديني بداهيه سوري ما اقدر هذا شغل هذه مسؤولية لأن هذه وظيفتهم وياما علوا وطلعوا نجوم شكراً علوا نجوم ومثل ما علوهم نزلهم مثل جيجي الأمارة اللي طلع نانسي عجرم يقدر ينزلها لأن عنده أسرارها فأنا ما أقدر أأمن سري عند أحد مع أني أنا مرة ويقولون المرة ما تأمن على سر المرة ما تؤتمن على سر سوري
بس ان انا ما احب اامن. بس المفروض تعطينا الخبز خبازه بما انك تقولين انا قاعد استحي ان انا اتكلم مع اي منتج على اجر. لا ما يخالف اعطي الخبز خبازه، هو المنتج للحق يتناقش معاي بالاجر وانا لي حق اطالب بحقي. شنو خطتك الاعلاميه اللي انت حطتها حق نفسك للحين؟ والله الحين للحين بما انك انت مو محتاجه مدير اعمال. خطتي الاعلاميه انا مو من حق احد يعرفها، هاي يصير من اسراري. هذا شيء حق الناس. لا حبيبي انا اقدم لهم اعمال، ما اقدم لهم خطه سيري عشان احد يواجهني. اذا ليش ما سويتي خطه اعلاميه تردش لعالم الغناء بعد ما تخلت عنك روتانا؟ بعدني انا مو 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 بعد كل هالسنين مو جاهزه حق اني ارجع المجال. متى بتجهزين؟ هذا شيء عاد من داخل. احنا ناطرينك، جمهورك ناطرك. ان شاء الله، والله ان شاء الله. بالعكس، بس بعدني انا مو حاسه ان انا عندي شيء، او مو شايفه توجه عالم الغنى والاغاني والكلمات شيء انا اقوله. ليش ما اتجهتي للانتاج مثل اختك هند البلوشي؟ الانتاج هذا بروحه عالم خاص. اذا بصير منتجه ما ينفع اصير ممثله. يعني هند نجحت كمنتجه وما يصير تكمل كممثله؟ انا ما ادري عاد. انا مالي شغل في هند. لا تكلمني عن اختي. ليش طالما اختي لها الحق. انا لميت هند كلمتها عنك وجاوبت. اسمعني، انا انت قاعد عمرك قالتها بس اجرك ما قالتها. انا كلمه شمعنا ما احبها. عشان تحبين؟ لماذا؟ اسمعني الحين، انت قاعد تتكلم عن مرام. قاعد اتكلم عن مرام، مو انت وهند واحد. الي انا وياها واحد كخوات. اوكي كشغل. الحين انت قاعد تقول انها صارت منتجه. قاعد اقول لك ليش ما صرتي منتجه؟ ما ابي. اعطيتك مثال كهند بما انها هي قريبه منك يعني. انزل واختك عشان نتفق. انا بالانتاج قاعد اقول لك اذا بصير منتجه ما ينفع امثل، لان لازم امسك كل اللوكيشن. انزل. فانا ما ينفع انا كمنتج انشغل عن الاداره. ترى في وايد فنانين منتجين وناس كيفهم يا جماعه. انت ما تقدرين، ما عندك هالموهبه ان تكوني منتجه وممثله بنفس الوقت. مع العلم مرام لو انت كنت هو المنتج يبي له موهبه. على كلامك اي انه يحتاج لمواصفات خاصه وذكاء. لا، محتاج لمميزات. اي انت ما عندك اياها. لا موجوده. انت ليش مو راضي تستوعب؟ اقول لك انا اذا بمثل ما ينفع اصير منتجه، واذا بنتج ما راح امثل. في منتجين وممثلين نجحوا. اذا انت ما كنتي تنتجين اغاني. انا كنت تدفعين من جيبك. اي بس كان موضوع ثاني، الغنى عالم اخر وانتاجه شيء ثاني. نفس الشيء. لا عفو عليك. ليش ما تنتجين حق نفسك الحين في الغناء؟ انا اقول لك ليش. ليش مو نفس الشيء؟ انا لما انتج البومي انا قاعد اشتغل حق شخص واحد. انا ما حد راح يداحرني على ولا شيء. لكن لما انا بشتغل حق مجموعه ابطال راح اهتم بهالمجموعه، ولازم ارضي كل الاطراف، ولازم اعلمهم يشتغلون التيم وورك عشان ينجح العمل وتطلع على قولتهم كيكه حلوه مطبوخه عدل. رساله الى صوره شوفيها قدامك مرام. راح نسالك عنها، او بالاحرى صوره راح نعرضها لك، هو للفنان الكبير عبد الله رويشد. ما صحت انه كان الداعم الاول لك في دخول الوسط الفني كمطربه. انزين شنو الرساله؟ لا لا مو رساله. أنا انت قلت رساله. إيه؟ اعتذر، اسحب الرساله، اخليها لرساله قادمه. في رساله. لا هذا السؤال له علاقه بصوره، في ان انت هل فعلا الفنان عبد الرويشد كان داعمك في دخولك الوسط الفني؟ اكيد هو الحمد لله. الحمد لله انا من يعني كان عندي نصيب وكان عندي حظ اني التقيت فيهم من البدايه وانعرفت. وفعلا الحمد لله هو كان ماسك اصلا كان وكيل روتانا في الكويت، فكنا على تواصل مباشر وفعلا كان يساندني يدعمني. ما قلت لا. تخلى عنك؟ ما حد تخلى عن احد. لا ما تخلى عن احد. مساله اصلا خلاف مو خلافي بعد. خلينا نقول ان انا يعني كان عندي طلبات يمكن شويه ما كانت. يعني تعترفين ان الفنان عبد الله رويشد كان له دور في نجاح مرام كمطربه؟ انت نجحتي كمطربه مرام. الحمد لله. هو كل من له كان دور اكيد. لا كل انا من قاعد اسالك عن عبد الله رويشد مو عن كل من. لا تحديدا اي ما حد كان له الفضل الا الله سبحانه وتعالى. اي اوكي. والفرص اللي انتحت لي اللي هي
قاعد تتنكري له؟ ها؟ تنش قاعد تتنكري له؟ لا بالعكس، أنا ما تنكرت حق أحد، وهو مساعدته لي شلون كانت. مو هو اللي وصلني حق روتانا أصلاً. زين هو اللي دعمك في البداية، ليش ما كمل الدعم هذا لمرام؟ بس أنا يا صالح. أنت خذلتي خف. أنت إيش قاعد تقول؟ لحظة شوي. أنا أساساً إيه؟ أساساً ما تدري قصة دخولي هذا المجال؟ أصلاً أنا اللي دعمني أول واحد محمد المصري، عرفني بخالد البذال، سليمان الملا، أول ألبوم اشتغلته معاهم، بعدين شوي شوي أنا اللي سعيت حق. وينهم عنك اليوم؟ كل هذه الأسماء اللي ذكرتيها؟ ما له شغل، لأن أنا وخرت أصلاً. مرام أنا قاعد أسألك هالأسئلة عشان أبيش لما ترجعين البيت تفكرينش ترجعين للغناء، لأن ما عندنا فنانات. لا لا لا، أنا لو برجع الغناء يا صالح ماني محتاجة مساندة ولا دعم إلا من جمهوري، لأن أنا اليوم لو بسوي غنية بسوي سنجل، ما رح أسوي ألبوم. أحلام إنزين الفنانة أحلام الإماراتية الشعبية عندنا في الخليج ولها جماهيرية كبيرة. إيش فيها؟ أنت قاعد شايف أحلام الحين قدامك صح؟ إيه. نوال. أوكي. الكويتية. زين. أحلام نوال وشمس. إيش فيهم؟ شفتي صورهم الحين شمس. أوكي. انسحابك من الوسط الغنائي عطى فرصة حق منو فيهم؟ لا لا هذا سؤال مو مدروس صح. هذا سؤال في سم يعني؟ لا لا مو مدروس صح، هذا مو مدروس صح. سوري خلي السؤال مدروس الحين. اساسا انت قلت اسم معروف في هذا الوسط، انا موجوده كنت. ثلاث اسماء. لحظه صالح، لما اقول لك سؤال مو مدروس صح، صاروا ثلاث احزاب على الساحه. لا مالي شغل بالاحزاب، انا الوان غنائيه مختلفه. ما هو الغنى الوان يا ماما. ما ينفع مطربة تغني كل الألوان. إذا وينك منهم؟ ليش تيمو معاهم؟ لأن أنا انسحبت. وليش انسحبتي؟ ليش؟ يعني يمكن كان لي طلبات شوية. ليش طلعتي من روتانا؟ إيه لأن طلعت من شركة. لا أنا بس إن أنا طلعت متى؟ إيه. يعني بعد آخر ألبوم اللي هو خلى يروح. يمكن كانت لي طلبات شوية زيادة ويمكن ما نفذوا لي إياها فخلص. يعني أنا فضلت إن أنا أنسحب. كانوا ينفذون هذه الطلبات حق أحلام ونوال وما ينفذونها لك؟ أنا ما لي شغل لا بطلبات أحلام ولا بطلبات نوال. إحنا في الغنى كمطرب كل مطرب قاعد يشتغل على نفسه، فأنا ما قاعد أطالع هم شنو قاعد يطلبون عشان أطلب نفسهم. ما شمس طلعت من روتانا ومع هذا قاعدة تسوي أغاني وقاعدة تقدم. بس أنا لما طلعت من روتانا توجهت تمثيل واهتميت في نفسي كممثلة، راعي البالين كذاب، لأن أنا ما راح أقدر أعطي هذا وهذا بنفس الوقت. هي الحين عندها تجربة أوريدي الشمس. بس بقول لك، تعتبرين نوال مدرسة؟ طبعا. أحلام مدرسة؟ مدرسة بعد، في هذه مدرسة وهذه مدرسة، في شيء ثاني. شمس مدرسة؟ مشوار أحلام ونوال نفس مشوار شمس؟ تقولي لي أنا بعرف. ما أنت يوم ما أنت بتقول هذا أستاذ. ما أنا قاعد هو مو في المشوار، هو بالنوعية مرام عزيزتي. حتى النوعية لا 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 سوري اسمح لي. أنا لي. اليوم. خلاص قولي مو. لحظة 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 اسمع بس، إن لأن بالسنين خبرة. ما هي صلاة سنين بعد شمس. كم؟ 10-12 سنة. وهد أكبس أهما. بس مو بالسنين. ما تقدر تحط. زي مدرسة شمس ولا لا؟ قولي إيه ولا لا؟ قصدك مدرسة إن جو ستايل؟ لا مدرسة فنية. لا ما ينفع اللي قاعد تقدمه يعتبر مدرسة فنية. مو عاجبك يعني؟ مو عاجبني. هي قاعدة تقدم ستايل معين. لا أنا ما أنتقد شمس، بس أنت ما تقدر تقول عنها مدرسة. رسالة إلى في قدامك صورة الحين، عاد هذه الحين الحقيقية، فرسالة توجهينها إلى من سيظهر على الشاشة. رسالة توجهينها إلى الأمير الوليد بن طلال. شو تقولي له؟ وشان علاقتك فيه اليوم؟ علاقتي فيه اليوم يمكن أنا انقطعت من زمان، ما سألت من زمان ما سلمت. الله يحفظك يا طويل العمر. وطبعاً هو بقول وحشتونا، وكان ودي ألتقي فيك شخصياً عشان أقولك عن مشاكلي. يمكن ما حصل لي أو يمكن منعوني ما أدري. التواصل
انت تقدر تتواصل فيني وراح تعرف طريقي، بس انا ما اقدر اوصل لك. لهالدرجه كانوا مانعينك انك تتواصلين مع الامير وليد بن طلال شخصيا؟ ايه ما قدرت احصله. ليش؟ لانك كويتيه؟ لا 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 ما لا شكو، انا ما قدرت اوصل له لانه هو كل ما اتصلت مشغول. لان الفنانه الكويتيه محاربه، ولا كان عندنا وايد مغنيات كويتيات؟ يمكن ما يبون فنانات كويتيات، ما ادري ما ادري صح الكلام ولا ضده. لا ضد هالكلام. لا انه مو عشان انت كويتيه. لا لا. زين الصوره الاخيره شوفيها مرام وعلقي رساله الى جاسم محمد مهدي البلوشي الله يرحمه. الله يرحمك يا يبا، الله يرحمك ويغفر لك. شلون بتوصل لك الرساله؟ انا ما ادري، يمكن هرد اقول لك انه صعب توصل له الرساله، او يمكن تقدر لانه هو في العالم الاخر. وحشتني وايد، بس محتاجتك بحياتي وايد، بس ما اقدر اقول اكثر من كذي. تشبهينه بالشكل؟ يمكن اشبهه بقوته، بصبره، بحكمته يمكن، بس وحشتني وايد. الله يرحمه، رحمة الله عليه، واللي خلف ما مات يا مرام. وانت نجمه كويتيه نفتخر فيك. في الكويت طبعا في جفت بسيط موجه لي مرام. الجفت الاول عباره عن شاليه. ما ينفع الواحد ياخذ جفت ودمعته نازله، الله يسامحك يا صالح. لا بالعكس، احنا نبي نشوف دموع مرام الحقيقيه. بس هذه دموع حزن، ما هي دموع فرح مع الاسف. طبعاً يعني طبعا بس حزن على شيء مهم في حياتك، على فقد غالي. الله لا يحرم احد. اداره وتاجير افخم واحدث الشاليهات الخاصه فقط بدوله الكويت. مشكورين مشكورين. اداره وتاجير افخم واحدث الشاليهات الخاصه فقط بدوله الكويت، والمتمثله بالاستاذ فهد الطويل من مشروع شاليهنا، يقدم للفنانه النجمه مرام شاليه في في اي بي مع عائلتك الكريمه، مع جنان وجمانه وعلي وزوجتك حسين ابو علي. والانستغرام وكل المعلومات طالعه على الشاشه. ايضا في جفت مقدم من شركة الشهاب، عبارة عن ووتش ساعة. واو. ساعة هذه عبارة عن صناعة فرنسية، باكو رابانا، فيها سيراميك روز جولد من شركة الشهاب، ومطلية بالذهب، وهي مصنوعة بشكل فردي يعني خصيصاً لمرام. فشكراً للشهاب على هذا الجفت المميز. وأيضاً في كيكة واصلة من فانز مرام، الفانز الرسمي باسم النجمة مرام. كان ودي ان تغنين مرام اغنيه حق احلام او نوال او شمس، بس ما في وقت صح؟ اكيد، بس انت هذا مو برنامج غنائي ولا شو اسمه؟ لا مقطع، ما قلت لك اغنيه كامله، انا غنيتي. خلنا نقول لهم مشكورين، واقول لكم مشكورين يا راي على حضوري، على دعوتي اللي غصري، على دعوتكم لي اليوم. ويمكن اتمنى ان انا ما اكون استفزيتني وقطيت كلمه تنحسب علي، ترى وايد 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 استانست بالحوار معاه، استانست باللقاء، يعني معاه، بس اكيد والله ما اقصد اي كلمه طلعت مني اقصد فيها تحديدا احد، لا انا قاعد اتكلم بالعموم. انا كان في بالي سؤال على اساس ان انت ما في شيء كان عائق كفنانه، بمعنى ان انت متزوجه، فما مرام متزوجه ومع هذا قاعد تقدم اعمال وتواصله. فعلا، بل طالما انا حريصه على الامج اللي بطلع فيه، أي ما راح يعارض رايلي. شكرا مرام على وجودك معاي اليوم على أنا ريد كاربت. تصبحين على خير. تصبحون على خير.